It's okay. It's okay. يعني المشروع بيخلص، لما بيخلص بيبتدي من المراحل pre-feasibility, feasibility, design, procurement, construction, commissioning، وبعدين ايه final handing over، وبخش 7 مراحل دورة حياة المشروع. طب المشروع هيخلص بنسلمه لايه؟ للي هشغله، لما هيبقى ايه هيتحول الى ايه؟ الى يعني يا اما فاسيلتي مانجمنت، يا اما بقى ايه مصنع معين او الى اخره، يعني الفاينل بنتي بروجكت. اللي بيبدا ان البروجكت الدوكيومنتيشن بتاعه، انا هريحكم يعني مش هنتعب في الاسئله ولا بتاع. يعني سر استمرار المشروع بعد انتهائه اللي هو ايه؟ الدوكيومنتيشن. اهميتها في ايه بقى؟ اولا الدوكيومنتيشن ده بيبتدي مع بدايه المشروع خالص، من اول البري فيزيبيليتي بتاعته، على الفيزيبيليتي، على كل المراحل بتاعت المشروع من اولها لاخرها. فكل نقطه في المشروع هتبقى لازم تكون مسجله وموجوده ومعروفه، عشان اللي بيشغل المشروع بعد كده يبقى عارف اوله من اخره. دي اول حاجه. طيب النقطه الثانيه، هنفترض ان حصلت مشكله ما بين طرفين في المشروع، المالك والمقاول مثلا. طيب ورحنا عملنا ايه؟ قضيه تحكيم، اربيتريشن، او حتى من غير ما يخلص في نصه، دخلنا اربيتريشن مع بين الطرف الاول والطرف الثاني، خلاص. او في قضيه، او في كيس، او في دراسه. ايه اللي بيتعرض في الدراسات واللي بيتعرض في القضايا كان الاخر؟ الدوكيمنت. يعني ما حدش يروح المشروع ويفتش وده عمل ايه وده عمل ايه. فبقدر ما انت بتعمل الدوكيومنتيشن بتاعك مظبوط، بقدر ما ان انت ايه هتقدر ان انت يعني الحقوق تبقى محفوظه والحاجات كلها تبقى معروفه. وانا بذكر في بالمناسبه دي، انا كنت في بلد من دوله من دول الخليج، فكنا في مؤتمر تحكيم يعني كده اربيتريشن، موجودين كلهم اساتذه كبار وقضاه ومهندسين محكمين والى اخره. فلقيتهم بيقولوا ايه؟ احنا هنعمل ريكومنديشن ان اي اربيتريشن كيس، ان اي تحكيم ما يتعملش بره البلد هنا. انا مش عايز اسمي البلد عشان ايه ما يبقاش احنا بنتكلم على حد معين او يعني يؤخذ علينا. ف لان احنا اي تحكيم بنعمله بره البلد هنا ما بنكسبوش. رحت رافع ايدي ومعلق على الموضوع، قلت لهم طبعا يا ريت نعرف احنا ما بنكسبوش ليه. فبصوا لي كده، قلت لهم طبعا طالما انت ما انتش عامل دوكيومنتيشن مظبوط للمشروع بتاعك من قبل ما حتى من قبل ما من اوله لاخره، دوكيومنتيشن واضح في كل الخطوات اللي انت عملتها في المشروع، وازاي نظمته، وازاي قدرته، وازاي كل يعني دوكيومنتيشن مش يومي، ده دوكيومنتيشن بالساعه. لان يعني انت اما هتروح كيس اربيتريشن او خلافه، المهم فهو اي اربيتريشن، اي كورت كيس اللي هي قضيه في محكمه، مش هتنجح لو انت ما انتش عامل دوكيومنتيشن بتاعك كويس. تمام، دي واحدة. النقطة الثانية، حفظ الحقوق. يعني مثلا لو انت في حاجات في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في التعاقد، في اي حاجة، دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، الدوكيومنتيشن بتاعك مهم جدا 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 جدا، ان انت يعني كل واحد عارف هو بيعمل ايه. دي مقدمة سريعة جدا. الاجنده بتاعتنا النهارده هتبقى عباره عن ايه؟ انترودكشن، بعدين دوكيمنت مانجمنت جايد لاينز اللي هي الجايد لاينز بتاعت اداره. طبعا كلمه مانجمنت طبعا بتجيب لنا على طول في دماغنا ايه؟ اللي هي الفور فانكشنز، بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج، وكنترول. فاي مانجمنت لازم نعمل له بلاننج وبعدين نعمل له اورجنايزنج وبعدين ليدنج وبعدين كنترول. طيب الدوكيمنت اناليسيس اند ديزاين، تحليل المستندات والتصميم بتاعها. يعني برضه هنتكلم هنا على ايه؟ على الديزاين بتاع الدوكيمنت نفسه.
طبعا الدنيا مليانه دوكيومنتس دلوقتي، واحد يدخل على النت او من شغل قديم عنده او اي حاجه، هتلاقي عنده دوكيومنتس زي ما انت عايز، ديلي ريبورتس وكواليتي بلانز وسيفتي بلان وكل انواع الدوكيومنتس الموجوده موجوده دلوقتي وريدي في كل حته، وتقدر تنزل اللي انت عايز تنزله. بس ايه، في مشكله هنا ان انت الدوكيومنتيشن بتاعك مش هيبقى يعني ويل دان بالنسبه لمشروعك، يعني كل مشروع الدوكيومنتيشن بتاعه له ايه خصائص معينه. طبعا يا كلهم بيبقى في محتوى معين او حاجه معينه، لكن الدوكيومنت لازم بيبقى خاص بالمشروع وخاص بالشركه. واساسا المفروض ان اي مكان دلوقتي ده الحد الادنى اللي يبقى عنده ايزو، هتبقى الدوكيومنتيشن دي كلها عباره عن نماذج معموله مع الايزو سيستم بتاعه. طيب الدوكيومنت اناليز اند ديزاين، بعد كده الدوكيومنت كنترول، ازاي بتعمل دوكيومنت كنترول. وبعدين عندنا بروجكتس دوكيومنت كلاسيفيكيشنز، اللي هي كلاسيفيكيشن هو تصنيف الدوكيومنتس بتاعت المشروع. وبعدين عندنا ايه، اي سؤال بعد كده. هو موضوع جميل وظريف باذن الله تعالى. باذن الله تعالى برضه يعني بقى هنتكلم عن ايه الفايلنج سيستم بقى، فالسيستم ده بعد كده مش النهارده، ده هيبقى موضوع قائم بذاته. فالفايلنج سيستم هناخد الحقيقه سيستم انترناشونال، انا الحقيقه يعني اقتبسته من شركه من اكبر شركات الاداره في الامريكان، اشتغلت فيها مره هنا في مصر وقبل كتير يعني بعد كده. فبناخد الفايلنج سيستم ده وبن ايه وبنظبطه وان شاء الله نعمله ايه في لقاء لوحده ونقدر نتكلم فيه. طيب introduction. Document management supports construction projects by maintaining the archives of record drawings, specs and files that result from construction project or any type of projects. In the document management WA بيساند الكونستراكشن بروجكتس ازاي بيخدمها وبيسبورتها، يعني بيعمل لها سبورت، يعني بيسندها ازاي، بيمنتين الاركايفز، بيحافظ على الارشيف بتاع الريكورد درونز اللي هي ايه الرسومات بتاع الرسومات والسبيكس المواصفات وكل الفايلز اللي بتنتج من الايه من الكونستراكشن بروجكت كلها، كل حاجه خاصه بالكونستراكشن بروجكت ابتداء من العقود بتاعت كل الحاجه والشروط العامه والخاصه، كل انواع الدوكيومنتيشن كله بالاضافه للايه لاثناء واستلام الموقع والخطابات كل حاجه والخطابات الضمان كل انواع كل اي علاقه تحصل او اي معامله تحصل في المشروع الدوكيومنتيشن بتاع بيبقى موجود. خلاص؟ طيب دوكيومنت مانجمنت جايد لاينز، الدوكيومنت اوبجكتيفز اللي هي ايه؟ الاهداف بتاعت الدوكيومنتس، الدوكيومنتس بتعمل ايه؟ طيب اول حاجه الابديت كومبليت اند اكيوريت ايفيدنس اوف بيرفورمد ابديت، يعني بتتابع وبتعمل ايه مونيتورنج، يعني كومبليت اند اكيوريت ايفيدنس اوف ورك بيرفورمد، لان اي شغل بيخلص في الموقع طبعا احنا عارفين ان ايه ان البروجكت كل يوم اعمال مختلفه وانشطه مختلفه وناس مختلفه وناس داخله وناس خارجه، فده بي ايه بيابديت الكلام ده من الاول لاخره. مثلا ده دوكيمنت اسمه الديلي ريبورت والاكوريت ايفيدنس اوف ورك بيرفورمد، وده التحقق الحقيقي ان الشغل انتهى. يعني انا بقول مثلا عملت انسبكشن ريكويست، ده دوكيمنت، ونزلت سلمت الاستشاري او الاستشاري ما استلمش وهستلم ثاني يوم او قبل اخره، فده بي ايه اكوريت ايفيدنس، يعني ايفيدنس حقيقي، حدث حقيقي او واقعه حقيقيه ودقيقه للايه للشغل المنتهي. يعني انا استلم او انا كاستشاري استلم مني ووقع لي انه استلم مني وفي ملحوظه او اثنين او ثلاثه، يبقى انا ايه سلمت اكوريت ايفيدنس. يعني بيز فور بروجكت مانجمنت، ده اساس لاداره المشروع. يعني مفيش حاجه اسمها مدير مشروع يدي الدار وما فيش دوكيومنتيشن. خلاص؟ عايز اقول لكم حاجه برضو بالمناسبه، احنا بنشتغل برضو مع
يعني مع البيم اريبيا، وزي ما قلت لكم قبل كده البيم ده من يعني سيستم عبقري. يعني انا شخصيا نعرفه من زمان، والريفت نعرفه من زمان من 2006 2007، بس ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي ما شاء الله، زمان كان يعني كل حاجه لوحدها، كان الاركتكتشر لوحده والاستراكشر لوحده والميكانيكا لوحده. دلوقتي النهارده الموضوع يعني ايه، يعني بقى جميل جدا، وبقى متخصصين بقى في البيم، وبقى له 11 12 دايمنشن. الناس بتوع البيم بقى ان شاء الله هنستسمح اخونا والاستاذ الكبير الدكتور باشمهندس عمر، ان هو يعني ايه يبقى ايه يخش معانا هنا يدينا ايه شرح كده بريف يعني عن الايه، عن البيم وعن ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى هو هيرحب تماما، لان هو يعني ايه الحقيقه من الناس اللي هي القلائل او الناس الجميله اللي الواحد قابلها، اللي هي يعني عامله خدمه جليله لايه للمهندسين ولل ولل في الاداره عموما، مش كونستراكشن بس، في كل حاجه، البيم في كل حاجه، بيلدنج انفورميشن موديل ده البيز في البروجكت مانجمنت. اكوميليتد كومن اكسبيرينس، ان كل الخبرات اللي بتحصل معاك في الموقع كلها بتبقى ايه، بتعمل اكوميليشن. يعني مثلا في خبرات في الكونستراكشن هتلاقيها كلها موجوده، مثلا في الديلي ريبورتس، في الويكلي ريبورتس، في الكلام ده اخره، في المخازن، في كل يوم مثلا ايه تقارير المخزن، في الاتش اس اس اي، يعني كل فانكشن في الموقع هيبقى عندها ايه الاكسبيرينس بتاعتها، بتبقى ماشيه مع ال، بتبقى اكوميليتد يعني بتتخزن في مكان واحد يعني. بيز فور فيوتشر امبروفمنت، احنا عملنا مشروع سي، عملنا فندق، عملنا مستشفى، عملنا اي حاجه، يبقى انا ايه كل الحاجات اللي انا حطيتها في الفايل في الدوكيومنتيشن ده عملها فايل، ده بيبقى ايه اساس لايه، لاي فيوتشر امبروفمنت، لاي تحسين في المستقبل. لان طبعا ده ما فيش حاجه هتضيع، مش هقول انا نسيت انا مش، لا لا موجود المشاكل اللي حصلت معانا دوكيومنتد وموجوده وحلولها، حاله الزاويه عامل ازاي، فده ايه نقدر نحفظ المشروعات اللي زيها او في المواقف اللي زيها ان احنا نعمل امبروفمنت فيها. فاسيليتيت كوميونيكيشن اند كومن اندرستاندينج، بتسهل الكوميونيكيشن. اللي احنا اتكلمنا على كوميونيكيشن قبل كده اللي هو ايه الاتصالات، واحنا قلنا قبل كده برضو ان الايه اداره المشروع، مدير المشروع بيقضي 80% من وقته في ايه؟ في الكوميونيكيشن. الكومن اندرستاندنج بتسهل الكوميونيكيشن، الاتصالات والايه؟ والكومن اندرستاندنج اللي هو الفهم العام يعني او الفهم المشترك. طيب البرودكت كومنتيشن بقى، ذا مور دوكيومنتيشن افيلبل تو سبورت ذا اكشنز اند ديسيجنز ميد during ذا project ايفورت will reduce the risk involved by providing more evidence of due diligence effort. يعني بيقول ايه؟ كلما زادت الوثائق المتاحه لدعم الاجراءات والقرارات المستخدمه خلال المشروع، ده هيقلل من المخاطر اللي بتنطوي عليها من خلال توفير المزيد من الادله على جهود العنايه الواجبه. يعني ايه؟ يعني الدوكيومنتيشن الافيلبل بيساند جميع الاكشن، جميع الاكشنز اللي هي الايه الاجراءات او اللي بتحصل فيه في الايه والاجراءات والقرارات اللي بتتعمل اثناء المجهود في المشروع يعني. فدي بتقلل الريسك بتاع ان 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 ان, إن, إن ايه ان انت يعني بتفرق المزيد من الادله على الجهود بتاعتك. يعني انا ممكن لو انت جيت النهارده من يعني انت يعني ده عاده يعني اي حد يعني المفروض ان هو كل يوم يبقى عامل نفسه قبل ما يروح الشغل عامل ايه؟ اجنده، الشغل هيبقى النهارده كذا 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 كذا، وفي خلال النهار بيتابع بقى انا عملت دي عملت دي عملت دي عملت دي. انت لو جيت اخر النهار وما كنتش كاتب انت عملت ايه؟ لو حد سالك انت عملت ايه النهارده؟ هتقف تبص كده مش هتفتكر حاجه. انت لما يبقى عندك دوكيومنتيشن مكتوب فيه الكلام ده انت بقى عملته في اجنده عندك. انا مثلا بفضل عاده ان اي واحد في الموقع يبقى عامل ديلي ريبورت عن مجهوده هو، عن انا
دي بتبسطك. يعني لما اجي على اخر النهار الاقي نفسي انا عملت كذا وكذا 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 وكذا، ده حد ده سيلف ساتسفاكشن، سيلف ساتسفاكشن. انا حاسس ان انا ايه يعني اشتغلت النهارده وانتجت وضحك. غير كده بقى اداره المشروع بقى المفروض يبقى في ديلي ريبورت بتاع كل حاجه، بتاع الكونستراكشن، بتاع المخازن، بتاع كل حاجه، كل الفانكشن اللي عندي، بتاع الكونستراكشن، بتاع الاتش اس اس اي، بتاع السيفتي، بتاع كل الكلام ده من اخره. فدي بقى كل ده بيبين لك الشغل اللي انت عملته. These documents, project management documentation, show the magnitude of all of over all efforts and are used to organize and manage the project. كل المستندات الموجوده بتظهر ماجنيتيود اللي هو حجم الحجم والحجم المجهود اللي استخدم عشان ننظم وندير المشروع. شفت؟ فده كل ده بيبقى دوكيومنتد وباين واضح كل حاجه. طيب دوكيومنت مانجمنت جايد لاينز يبقى دي الايه؟ الارشادات بتاع اداره الايه؟ المستندات. طيب عندنا البروجكت بلانز. البروجكت بلانز دي المفروض كل حاجه في المشروع بيبقى لها بلان. يعني انا قبل ما ادخل المشروع بيتعمل ايه؟ موبيلايزيشن بلان، كواليتي بلان، كونستراكشن بلان. ده بالنسبه مثلا بنعمل السكيدول اللي هو البلان بتاع التايم بلاننج والريسورس بلاننج. بعدين المكتب الفني نفس القصه، كل عملنا في الفني بلاننج اللي احنا قلنا البلان ده عباره عن ايه؟ اول حاجه في الايه؟ في فاكتورز اوف مانجمنت. اللي مش هيعمل بلان ما لو ما بيعملش اداره، بيعمل فور فانكشنز. احنا فاكرين بلاننج تخطيط، اورجنايزنج تنظيم، ليدنج توجيه، كنترول اللي هو الايه؟ الكنترول على الحاجه اللي هي المراقبه يعني. فبلان لكل حاجه موجوده من الاول. يعني كل ما انت عملت البلان بتاعك وبريسايز وطبقا عارف انا هدفي ايه وحصل له ازاي وباني ريسورسز، كل ما كان البلان بتاعي مظبوط بنوصل للحاجه في كل حاجه. من ضمن الحاجات اللي بتعملها بلان الدوكيومنتيشن، ابقى عامل بلان بتاعي هيمشي معايا ازاي. خلاص؟ طيب يبقى احنا ايه؟ البروجكت بلانز. وبعدين البوليسيز، سياسات. خلاص؟ والبروسيدجرز اللي هي الاجراءات. يبقى دي ايه؟ دي ده الايه؟ التايتل العام دوكيومنتيشن ذات سيفز از ا بلاتفورم فور ذا اوفرول بروجكت مانديتس. Its creation or describes its mission or strategy includes the project plans or process procedures. The formal policies اللي هي الايه؟ السياسات الرسميه. The procedures اللي هي الاجراءات. الاجراءات دي طبعا بتبقى في الكواليتي سيستم بتاع الشركه او الكواليتي سيستم بتاع المشروع اللي بيبقى فيها procedures بتاعتك اللي هي بت ايه؟ يعني ده اللي هو الكواليتي اشورنس. دي ان شاء الله احنا اتكلمنا على قبل كده في اللقاءات بتاعت الكواليتي، وانا بنصح ان اللي ما حضرهاش يشوفها، يعني يدخل على اليوتيوب ويشوفها، لان الكواليتي الحقيقه هي من اهم الموضوعات اللي هي يعني ما حدش يقدر يقول انا مدير مشروع غير ما اكون الكواليتي بتاعه عالي. كواليتي اشورنس بتاعه. بروسيجرز، بعدين الميثودولوجيز. ميثودولوجي اللي هي ايه؟ المنهجيات. منهجيات ميثودولوجي بقى انا ايه؟ كل حاجه لها ميثودولوجي. ازاي اعمل تخطيط؟ ازاي اعمل المكتب فين اشتغل فيه؟ ازاي؟ ميثودولوجي للكونستراكشن، يعني الطرق اللي هشتغل بيها. المنهجيات اللي هشتغل بيها. طيب. بعد كده عندنا ايه؟ بروجكت بلانز سترونجلي سجستد. اللي هي ايه؟ خطط المشروع. هي اول حاجه بتتعمل اللي هي ايه؟ يعني احنا بنحط الكواليتي مانيوال، يعني المفروض اللي داخل اي مشروع ياخد مثلا ككونستراكشن يحط الكواليتي مانيوال والسيفتي مانيوال مع المشروع، يبقى مفروض ان انت شغال عندك مانيوال. المانيوال ده بيبقى فيه كل حاجه، كل بلانز بقى. خلاص؟ اخدت المشروع ببتدي اعمل بلان بقى اللي هو بعمل كل انواع البلانز اللي موجوده،
بلان للتايم، بلان للريسورسز، بعمل الموبيلايزيشن بلان، بعمل البلان ضمن الكواليتي سيستم، الكواليتي بلان اللي هو الاجتماعات بتاعتي هتبقى ازاي، الشغل بتاعها هيبقى ازاي، الكواليتي بلان هتبقى ازاي، كل انواع الايه البلانز بتاعت المشروع. في حاجه يمكن انا اتكلم عليها او مش او لا، في لغايه اخر حاجه بتتعمل للمشروع اللي هي الايه اللي هي الديموبيلايزيشن بلان، ودي يعني ايه في ناس كتير يعني ايه ما بتطبقهاش او مش بتاخد بالها منها، ودي بيسبب لها شويه ايه شويه كلام. يعني ببقى عارف انا هخلص المشروع بتاعي ازاي، البلان بتاعي، لان ايه فمن نهايه المشروع بيبقى حاجات كتير قوي 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 عايز تتعمل، يمكن واحيانا بتتكلف اكتر من الموبيلايزيشن، لان انت عجبت حاجات في المشروع عندك. انا بقول بتكلم على الديموبيلايزيشن بلان لان برضه الناس كتير برضه ماشي ايه مش واخده بالها منها، يعني ما بت مش مش بتهتمش بيها، ان انت بقى بتشيل بقى كل مكاتبك اللي موجوده، كل معداتك اللي موجوده، الناس اللي عندك، الناس اللي كان بتجيب ناس تيمبوراري، بتجيب عماله، بتجيب مقاولين باطن كان لكم من اخره، كل دول بقى بياخدوا مستحقاتهم وبيقفلوا حاجتهم، بتنظف الموقع، بترتبه، بتعمل يعني كل ده اللي هو الديموبيلايزيشن بلان، بتقعد تحط حاجتك دي كلها فين. فده من ضمن البلانز اللي هي موجوده ايه من ضمن ايه البروجكت بلانز. التريننج ماتيريالز، لازم في تريننج طول ما انت ماشي في المشروع او يعني من الشركه او في المشروع. التريننج ده يعني مش لازم يعني عاده اي مشروع، اي حد جاي جديد سواء موظفين، مهندسين، عماله، بتعلم اثنين اندكشنز، واحد كواليتي اندكشن، وواحد سيفتي اندكشن. اندكشن اللي هو ايه؟ اللي هو يعني اللي هو التعريف بالمشروع والشغل ماشي ازاي والكلام ده كله. لما بتاخد الكواليتي اندكشن بتعرف فيه ايه؟ انا بقول يعني مش يعني هنا الموضوع تريننج، يعني التريننج ده هو مش هيعلمك انك تدير ازاي، ولو ان انا بيرسونالي بفضل الله سبحانه وتعالى او اي حد مدير مشروع طول ما هو في مشروعه المفروض يعني ايه يعني يبقى عنده مجال ان هو كل اسبوع مثلا يبقى ايه ميتنج كده مع الناس بتوعه ويعرفوا شويه حاجات عن يعرفوا الحكايه ماشيين ازاي. ده ايه بيتحط من ضمن التريننج. في مثلا ما بيتعمل التريننج اللي هو بتاع الكواليتي تريننج اللي هو بيعرف البيئه اللي داخل، مين الهيكل التنظيمي، مين مدير المشروع، مين كل الاعضاء اللي في المشروع، كل بيعرف البروسيدرز اللي موجوده ايه، هيشتغل في انهي حته، الحاجات بالنسبه للايه للكواليتي اندكشن او كواليتي اشورنس اندكشن، يعني يفهم كل السيستمز اللي موجوده والشركه ماشيه ازاي وده ازاي وده ازاي، الريبورتس ازاي، الريكوست ازاي، كل انواع الكلام ده كله في الكواليتي. وفي نفس الوقت مش هيدخل مقبل اذا كان عامل ايه سيفتي اندكشن، هيعرف برضو السيفتي، يعرف السيفتي شغاله ازاي ومعموله ازاي، لان طبعا كل مشروع له طريقه معينه في السيفتي. لو انت بتشتغل في فيلات مثلا، مشروع كله فيلات دور ارضي او حاجه، السيفتي بتاعه غير ما انت بتشتغل في مثلا في اويل فيلد، بتعمل ترينز، بتعمل اي حاجه في قطاع بترول. يعني ده ال 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 الاكشن بتاعه هيبقى ليه حاجات اكثر بكتير من شغل عادي وهكذا. يعني فانت دي بتقع من مدخل التريننج. غير بقى لو انت ماشي بقى في التريننج بتاعك طول ما انت ماشي، وزي ما بقول دايما تعريف التريننج اللي هو ايه المطلوب منك ناقص، يعني انا جاي لك مهندس تنفيذ ولما وانت معايا هقول لك يا باشمهندس احنا هنقيك نخليك مهندس، يبقى لازم في الحاله دي اعمل له تريننج في ايه؟ في الاداره. مهندس داخل عندي مثلا مهندس مدني، وانا مثلا دخل عندي مثلا هعمل دافرام وولز، هعمل خوازيق، هعمل حاجات في الاخره، وهو ما اشتغلش هذا الكلام قبل كده، هعمل له ايه؟ اعمل له تريننج برضه لايه؟ لاعمال الخوازيق والاعمال الدافرام وولز والاعمال الكلام ده كله لاخره وهكذا. يعني ان انا كمدير مشروع يبقى انا عارف اي حد يدخل لي مشروع لازم عشان اسرع من عمليه ان هو يتعلم وان هو ينتج وان يتاقلم بسرعه مع التيم اللي موجود. Any communication showing how and what decision were made.
اي كوميونيكيشن، اي اتصالات. بتوصل هاو اند واي، ليه كيف ولماذا اخذنا الديسيجن، كيف ولماذا انا اخذت الديسيجن ان انا اخد ده، ان انا عملت القرار ده. دي يعني ايه؟ دي من ضمن الدوكيومنتيشن الايه؟ البلاتفورم بتاع الدوكيومنتيشن بتاع الجايد لاينز. طيب الاكسبنس دوكيومنتس، دي انواع تانيه من الدوكيومنتس، كل انواع المصروفات اللي في الموقع كلها دي اللي هي الايه؟ الدوكيومنتس الماليه، ابتداء بقى من اوامر الصرف للشيكات اسمها ايه دي اللي هي الفلوس اللي بتبقى معاها اللي هي العهد، كل حاجه دوكيومنتيشن ده includes how, when and why money was spent or on expenses related to the plan. يعني اي خطط عملناها بنصرف لها فلوس. هاو صرفناها ازاي وامتى وليه؟ ليه صرفنا الفلوس دي بايه؟ في المصروفات بتاعت الخطط بتاعتنا يعني. دي الدوكيومنتس اللي هي خاصه بالاكسبنس. طيب دي انواع الدوكيومنتس عموما، هي دوكيومنتس كثيره قوي خلي بالنا، بس هي الشطاره فين؟ ان انت عندك لو انت عندك وانا طب دايما بعيد هذا الكلام، ان اي شركه مينيموم يبقى عندها الايزو 9000 مينيموم. 9000 واحد ده ابسط ايزو، اول واحد اللي هو الكواليتي سيستم، وضح فيه كل حاجه انت محتاج بقى، لا تدور هنا ولا تدور هنا، تدور في كل حاجه، كواليتي بلان، سيفتي بلان، الديلي ريبورتس، الميتنج، مينس اوف ميتنج، الاجندز، البروسيسز، انسبكشن اند تيست بلان، كل الكلام ده كله بيبقى موجود من ضمن الايزو سيستم بتاعك. طبعا في اي شركه حاجه يعني بيطلبوا الكلام ده من اول لاخر، فاللي ما عندوش ايزو مثلا او يعني شركات ما بتبقاش واخده بالها قوي من الحاجه دي، تقعد بقى تعمل داونلود، تجيب حته من هنا وحته من هنا، بيبقى النظام كله مجرد ان هو ايه؟ بيعمل حاجات عشان مجرد ان يعني يبقى ايه؟ يعني يسدد اركان المطلوب منه في العقد يعني. انما واقع الامر لا. بالمناسبه دي في نقطه عايز اقول عليها برضو، ان المستند بيبتدي من ايه؟ يبقى في نموذج الاول، يعني فورم. الفورم دي لها رقم ترقيم. الفورم دي بعد ما بتتملى بيبقى اسمها ايه؟ دوكيمنت. يعني الفورم بتتحول الى دوكيمنت لما بيتملى ويتوقع ويتشال. احنا عارفين بيبقى اسمه فورم في الاول، يعني مثلا ديلي ريبورت التقرير اليومي اسمه فورم اوف ديلي ريبورت. اخدته ومليته بقى ووقعنا عليه وختمناه وخلصناه، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه دوكيمنت. بقى اسمه ايه؟ مستند. طيب المينتس، الاجنده، البرزنتيشن. اي برزنتيشن انت بتجهزه، واحنا في اول 60 ساعه الاولانيه احنا عملناهم، قلنا ايه؟ شرحنا ازاي تعمل برزنتيشن، وان شاء الله زي ما اتفقنا ان احنا يعني قدام شويه كده هنبتدي نكلف نعمل مثلا لقاء او لقاءين، ان اللي عاوز يعني هو المفروض هي يعني احد اركان التريننج، انك بتعمل بتاخد نقطه بتعمل على ريبليهات ازاي تعمل برزنتيشن، وياخد الفرصه ان هو يعمله لنا في 10 دقائق ربع ساعه. ان شاء الله دي احد الخطوات اللي باذن الله قدام شويه هنقدر، عشان كده ايه عايزين برضه نخلي بالنا من احنا الكلام ده اتشرح قبل كده في لقاء اللي هي الايه؟ اللي هو البرزنتيشن والكوميونيكيشن وشروط التعامل ازاي وكده. فالبرزنتيشن وبعدين في البرزنتيشن دي جوه ميتنجز، يعني بيبقى لقاء. الميتنجز دي بيبقى لها ايه؟ اجنده. يعني انا بروح خدنا اداره الاجتماعات قبل كده، الاجنده دي احد الدوكيومنتيشن بتاع الميتنج. انا بيبقى ايه كاتب؟ والنهارده هنعمل كذا وكذا 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 وكذا، والجمله الشهيره اللي في اخر اللي احنا هنعمله له ايه؟ ما يستجد من اعمال. طبعا احنا كلنا اشتغلنا قبل كده، اللي ما شافش الكلام ده كله برضه يعرفه، ان دي الاجنده اللي هي اللي احنا الميتنج اللي احنا عاملينه ده
او البرزنتيشن اللي احنا هنعمله ده زي ما احنا عملنا هنا مثلا في الاول خالص. كان في الاجنده اللي الاجنده بتاعت الايه الاستشارات بنعمله، كتبناها كذا كذا كذا. فانت لما بيبقى عندك اي ميتنج لاي موضوع بنقعد بنكتب الاجنده بتاعت الموضوع ده. وفي الميتنجز بقى هو المفروض على فكره برضه بنعمل الكلام ده برضه بالنسبه للبرزنتيشن، ان كل نقطه من الاجنده بعمل لها ايه تايمنج معين، دي كام دقيقه. وطبعا نحاول ان احنا ايه نخلي فعلا يعني التايم معاها يعني مرتبط بيها، بحيث ان يبقى عارفين بالظبط احنا الميتنج بتاعنا هيبقى ساعه، هيبقى ساعتين، هيبقى نص ساعه، هيبقى ربع ساعه، هيبقى 10 ساعات. الاجنده مرتبطه بايه؟ بتايم. المينست اوف ميتنج بقى اللي هي ايه؟ اللي هي النقط بقى اللي هي محضر الاجتماع. احنا اول نقطه مثلا اتكلمنا عن حاجه موضوع معين، خلاص خدنا قرارات فيه، ناقشنا موجودين احنا مثلا احنا والمالك والاستشاري ده يعني اللي هو يعني الحاجات العاديه يعني. خلاص واتفق المالك في نقطه كذا كذا كذا، المالك اتفقنا عليه واتكلمنا عليه وقلنا ايه ان الاستشاري يعمل حاجه الفلانيه والمول يعمل حاجه الفلانيه. فالمينس اوف ميتنج ده بنكتب النقطه وبنكتب مين اللي هيحل الموضوع وهيخلصه امتى. ده الايه المينس اوف ميتنج لكل المناقشات والاحداث اللي حصلت في الاجتماع نتيجه ايه؟ الاجنده اللي احنا اتكلمنا عليها. الكابلز ذات شو وات ووز ديسكاست اند وين ات ووز ديسكاست اند ذا ريزلت اوف ديسكشن. يعني كل دي هيبقى فيها ايه؟ كل اللي اتناقشنا فيه في الميتنج او في البرزنتيشن زي ما يحصل يعني، وامتى اتناقش والنتيجه بتاعت المناقشة قد ايه. بنقول مثلا ان احنا مثلا الموضوع الفلاني وده هيخلصه فلان هياخد منه مثلا يومين، خلاص يبقى دي بتتحط في الايه في المينس اوف مي. طيب البروجكت ستيتس ريبورت. البروجكت ستيتس ريبورت اللي هو ايه؟ تقرير حاله المشروع. تقرير حاله المشروع الدوكيومنتس دي تو تراك ستيتس، خلاص يعني تراك ستيتس يعني ايه؟ يعني بيراجع الستيتس. تراكنج يعني ايه؟ بيتابع الحاجه يعني بيتراك يعني زي ما بقول لك بيجري على التراك يعني خط معروف يعني من اول لاخر، خلاص. طيب الدوكيومنتس تو تراك ستيتس ماشي وايه والبروجرس بايه بحاله المشروع. شوف الستيتس حاله المشروع شكلها ايه. هنتكلم الكلام ده برضو يعني في الاخر في الديزاين بتاع الفوربس، وهنحاول برضو ان احنا برضو ايه ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى في لقاء معين ندخل في التفاصيل، نخش في التفاصيل بتاعت ان انت ايه الشكل الفورم. لان انا بفضل تماما ان كل واحد الفورم بتاعه يعني الفورم دايما ما يمنعش ان احنا نشوف وندرس ناس ثانيه ازاي وده ازاي واللي بتاعنا ازاي والحاجات اللي عملت قبل كده ازاي، ان انا اعمل الديزاين للفورمز بتاعتي. انما عاده اللي ما عنده ايزو بيبقى الموضوع سهل بالنسبه له، التعديل صغير جنبه بالاخر. فالمهم دوكم تو تراك ستيتس اللي هي المشروع، والبروجريس اوف ايفورت اللي هو ايه؟ تقدم المجهود اللي هو بروجريس اوف ايفورت، تمام؟ وتقدم المجهودات، وبعدين ايه؟ demonstrate the awareness of particular issues that may arise during the project effort. وبنبين او بنوضح الاويرنس كل ال معرفه الموضوعات اللي بتحدث اثناء المشروع. طيب انواع ثانيه من الدوكيومنتس للريسك اسسمنتس للبزنس كونتينيوتي اند كونتينجنسي بلانز. دي ريسك اسسمنت اللي هي ايه؟ تقييم المخاطر، اسسمنت اللي هو التقييم. تقييم الايه؟ المخاطر. البيزنس كونتينيوتي اللي هو الايه؟ استمرار الاعمال، استمرار البيزنس، والايه؟ الكونتينيوتي بلان اللي هي خطط الايه؟ الطوارئ، يعني خطط الطوارئ. دي برضه ايه؟ انواع الدوكيومنتيشن اللي هي موجوده. الدوكيومنتيشن دي بتعمل ايه بقى؟ الثلاث انواع دول. Describe the process followed for assessing business risks. دي الدوكيومنتيشن دي اللي هي المستندات دي بتصف البروسيس اللي هي العمليات المتتابعه اللي هي ايه بتعمل اسسمنت للبزنس، بت ايه
بتقيم البيزنس ريسك، بتقيم البيزنس اللي هي مقابله ريسك اسسمنت. يبقى انا بعمل ريسك اسسمنت، ايه انواع الريسك اللي عندي وهتعامل معاها ازاي؟ ده في ريسك مانجمنت بقى نقول هذا الكلام يعني. خلاص اند ذا ستابس ذات نيد تو بي فولو تو كونتينيو ميشن كريتيكال اكتيفيتيز ان ايفنت اوف بزنس فيلير. يبقى انا يعني ايه؟ بنعمل الانشطه اللي هي الخاصه بالريسك اناليسيس خلاص عشان ايه؟ ما نقعش في ايه؟ في اي احتمالات فيلير او اي حاجه ما تشتغلش. طيب دلوقتي الدوكيومنت نيد تو نو بيزنس اللي هي المستندات المطلوبه على البحث اساسا. احنا الدوكيومنتيشن اللي احنا عايزينها ايه بالنسبه يعني ايه الاسس؟ ايه الاسس اللي احنا يعني المستندات يعني اساس الموضوع ايه؟ هيبقى في بالانس، هيبقى في توازن ما بين اربع حاجات. اول حاجه الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن ده زي ما اتفقنا ان لو انت معمول كواليتي اشورنس يعني ايزو سيستم، الدوكيومنتيشن ده هيبقى موجوده متشمعه مجرد ان انت ايه هيتعمل اندكشن لو الناس ما اشتغلتش قبل كده يبقى عارفين ايه انواع المستندات، انواع التقارير، انواع الكوميونيكيشن، الاورجنايزد شارت، الكلام ده من اول اخر. خلاص البعد بين الدوكيومنتيشن اللي اتعمل والتريننج لما اتفقنا. التريننج ده يعني مش لازم تريننج يبقى يعني سواء تكنيكال سواء مانجمنت سواء اي انواع تريننج. في حاجه اسمها تول بوكس ميتنج برضه مثلا برضه اكيد ناس كتير اشتغلت مشروعات يعني عارفينها اللي هي الميتنج مثلا كل يوم او كل يومين او كل اوسط زي ما بيبقى في السيفتي بلان بيتجمع كل العمال في الموقع وكل موظفي الموقع في اريا كبيره كده مع بعض وبنقعد مثلا ربع ساعه في ساعه ولا حاجه. السيفتي مانجر او السيفتي اوفيسر بيقف ايه بيشرح نقطه معينه بالنسبه للبيلي بيبقى ده نوع من انواع التريننج. ده التريننج ده بيبقى ايه للناس كلها من اول لاخر. غير السيفتي اندكشن ده بيبقى لاي حد داخل المشروع. البيبل نولج هنقول ده بالانس توازن ما بين ايه الاربع حاجات دول. اول حاجه الدوكيومنتيشن، ثاني حاجه تريننج، ثالث حاجه البيبل نولج المعلومات بتاعت بتاعت الناس اللي داخله. وان اونلي كريتيكال اكتيفيتيز نيد تو بي دوكيومنت اللي هي الايه؟ الانشطه الحرجه اللي بتحتاج للتوثيق. يعني ايه؟ يعني انا يعني مش يعني دوكيومنتد يعني الاكتيفيتي الانشطه اللي هي محتاجه تبقى يبقى لها دوكيومنتيشن يعني ما يتعلق بالانتاج بتاع المشروع بصور المشروع. خلاص يبقى كل حاجه بتحصل خاصه بالمشروع والانتاج في المشروع بيتعمل لها ايه؟ دوكمنت. طيب هاردوير سوفت وير اند سيستم دوكيومنتيشن. هاردوير اللي هي ايه؟ الاجهزه كمبيوترز البرينترز يعني اي حاجه متعلقه بالايه؟ كاجهزه لايه؟ لمواضيع الاي تي في الموقع. سوفت وير اللي هي ايه؟ البريمافيرا الاكسل الوورد الساب الستاج يعني كل انواع السوفت وير اللي هي اللي انا بشتغل عليها عشان اشتغل اللي هي الهاردوير والسوفت وير اللي متعلقه بالكمبيوتر والسيستم اللي هو النظام الدوكيومنتيشن. خلاص؟ طيب these documents show the steps taken to inventory. المستندات اللي هنا بتعمل ايه؟ بتظهر الاجراءات بتاعت ايه؟ بتاعت الانفنتوري اللي هو الـ 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 في المخازن الانفنتوري اللي هو المخزون. يعني لازم ابقى عارف انا عندي هاردوير قد ايه؟ يعني انا في المشروع بتاعي طبعا ده الكلام ده موجود في السجلات بالنسبه للمخازن وفي المخازن برضه السجلات موجود فيها ان ده مثلا الكمبيوتر رقم كذا 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 عندي مثلا عندي المشروع كذا الكمبيوتر رقم كذا كذا عند الكونستراكشن مانجر البرينترز اللي هو كل الايه الهاردوير. حاجه في حاجه يا باشمهندس محمود؟ لا يا دكتور مفيش مشكله خالص. طب اتس اوكي الصوت واضح والكلام ماشي تمام يعني؟ تمام يا دكتور الصوت واضح. يعني لو في اي تعليق او اي حاجه لو حد عايز اي حاجه برضه ممكن في السكه برضه ايه يعني
ولا نخليها للآخر برضه زي ما احنا متعودين؟ زي ما حضرتك تحب. والله يا دكتور لو في حاجه يعني يعني ممكن حد عايز يكتب بسؤال واقول له انا في الاخر مفيش مشكله يعني طب عشان بس ما نقطعش. خلينا في الآخر، الموضوع أصله مش طويل قوي يعني، فاهم إزاي؟ لو حد يعني عنده اي سؤال عشان ما ينساش سؤال ممكن يكتب في الشات وانا هنقله للدكتور باذن الله في الاخر. يكتبه معاه قدامه كده ونتكلم في الآخر مع بعض. Show the steps taken to inventory بيظهر يعني documentation، بيعمل الدوكيومنتس بتعمل ايه؟ بتظهر او بتشرح الخطوات اللي بتؤخذ عشان يتعمل الايه؟ الجارد اللي هو الانفنتوري، بتقول اللي هو الجارد ده من اهم الحاجات اللي بتتعمل. واي مدير مشروع عادة لازم كل يوم الصبح مدير المخزن بيجيب له يعني ايه؟ سطر كده فيه كل ما هو عنده في المخزون، كل المخزون بتاع كل حاجه عنده في المشروع، كل حاجه. لان هو طبعا هو بيبقى سارت وزاد او قل كام بند مثلا كل يوم، فكل يوم يبقى موجود عنده ايه؟ ملخص للحاجات اللي عنده في المخازن. ده عادي، ده عادي. يعني امين المخزن دلوقتي خصوصا دلوقتي ان الدنيا بقى كمبيوترايزد يعني. طيب analyze the criticality of hardware, software and systems، اللي هو تحليل مدى اهميه ايه؟ الهاردوير. لانه مش يعني مش في كل حته، يعني في حتت معينه بيبقى عندها اي تي قوي، يعني المشروع كبير يعني بيبقى عنده سيستمز اقوى بكتير من حاجه، يعني مشروع عادي صغير ولا حاجه، او كل واحد مع اللابتوب بتاعه يوم ما يتربطوا مع بعض يبقى كويس قوي. انما عاده بيبقى في حاجه ايه؟ سنترال موجوده مثلا عند الاي تي انجينير بتاع البروجكت، وبيبقى ايه؟ يحتفظ بكل حاجه، بيبقى إيه؟ طبقا للسيستم بتاع المشروع يعني. يبقى ايه؟ الهاردوير والسوفت وير والسيستمز اللي هي الانظمه بتاعته. Determine their compliance status، مجرد توافق الحاجات دي مع بعض، يعني مش اي هاردوير واي سوفت وير واي سيستم وخلاص، لا لازم يبقى كلها في كومبلاينس بينهم وبين بعض، اللي هي ايه؟ التوافق بينهم وبين بعض. ديترمين يعني ما يبقاش هاردوير عالي جدا والسوفت ويرز عندي ضعيفه، يعني مش ماشي مش قد المستوى بتاع الشغل او العكس. خلاص. والسيستم دوكيومنتيشن اللي هو يعني ايه؟ ماشي الحال. طيب determine the process involved to achieve and verify project readiness. خلاص ده ايه؟ عباره عن تحديد العمليه بتاعت الايه؟ تحقيق جاهزيه المشروع to achieve ال project readiness، اللي هو هل المشروع جاهز ولا مش جاهز؟ فكل دي ايه؟ دي الدوكيومنتس دي كلها ايه؟ البروسيس بتاعتها. ترتاح جدا جدا لو انت عندك ايه؟ ايزو سيستم. برضه بالمناسبه دي عشان ما ننساش، السيستم دي كلها اخرها في اي ار بي سيستم، انتربرايز ريسورس بلاننج. ده سيستم كان غالي جدا زمان، يعني انا اذكر اعتقد اما يعني اول مره اتعرفت عليه كان في دبي في 2005 2006، وشركه كانت شركه كويسه يعني مش وحشه. والار اي ار بي سيستم ده كلفهم حوالي 500,000 درهم ايامها، مش عارف 500,000 دولار، كانت حاجات لسه يعني. انما الاي ار بي سيستم ده عباره عن موديولز، تمسك كل حاجه في الشركه وتلاقي الكلام ده كله جاهز، وكل السيستم زياده الكلام ده كله جاهز ومربوط بـ 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 سواء بالكلاود بقى او لو يعني عندك مخازن عندك او الى اخره. تخزين الحاجات دي المعلومات دي كلها اوكي. طيب يبقى احنا الدوكيومنتيشن ار ايه بقى؟ بتاعت الهاردوير والسوفت وير والسيستم اللي بنتكلم عليه برضه. انفنتوري اسسمنت. اسسمنت دايما هي كلمه اسسمنت دي اللي هي تقييم الانفنتوري، تقييم ايه؟ المخزون يعني. An inventory of hardware, software, and systems components along with any information used to assess the compliance status and determine criticality. يعني يبقى في لازم يكون في يعني محدد يعني ايه الهاردوير اللي عندي وايه السوفت وير اللي عندي وايه السيستم كومبوننتس اللي عندي، ايه المكونات او الحاجات اللي بتكون السيستم اللي عندي النظام اللي عندي along with any information، مع اي information اي معلومات مستخدم لتقييم الايه؟ compliance status. compliance اللي هي ايه؟
توافق ما بين العناصر كلها مع بعض. ماشي؟ المينيمم ريكوايرد دوكيومنتيشن بقى بالنسبه للكلام ده ايه؟ A current inventory report of all components and any information used to determine the compliance and criticality. يعني ده اقل دوكيومنتيشن مطلوب للحاجه دي، ان يبقى ايه؟ ان يبقى في انفنتوري اللي هو قائمه جرد يعني بايه؟ بكل المكونات وبكل البيانات المستخدمه ايه؟ عشان نعمل كومبلاينس ما بين الثلاث حاجات، الهاردوير والسوفت وير والسيستم دوكيومنتيشن. طيب هنا بنتكلم على ايه؟ على الرينوفيشن. الرينوفيشن دي اللي هي ايه؟ تجديد. ما هو احنا 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 في اي مشروع في الدنيا او اي في مؤسسه في اي حاجه لازم ايه؟ مش ما بتبقاش الحاجه يعني ثابته او مفيش جمود. يعني الاداره ما فيهاش جمود. اللي ياخد الاداره انها زي يعني اللي هي ان هي يعني بيسموه اللي هو يعني جمود بقى، وجمود لازم هي كده ومش هي كده. في قواعد اساسيه وفي نظام اساسي وبنبقى جوه الاطار ده، لكن مش جمود لاي يعني اي سيستم موجود في الدنيا وموجود بشكل علمي لازم في ايه؟ ان ازاي اقدر ان انا اطور هذا الكلام وانا ماشي. فده اللي هو الايه؟ الرينوفيشن. Documents related to the renovation of mission critical hardware, software, or system related to the project, the documentation may include. يعني لو انا بعمل رينوفيشن في اي حاجه في الـ في الـ في الـ في الهاردوير في السوفت وير، وانا بشتغل لقيت مثلا لازم عايز يونتس جديده مثلا كهاردوير ككمبيوترز كبرنترز ك اللي هي المخازن بتاعت الداتا اذا كانت عندي او عاملها على كلاود او الى اخره، والسوفت وير برضه انا ممكن انا داخل مثلا على مشروع او في شركه او الى اخره لسه ما عملتش ما دخلتش اي حاجه من البيم او طبقت من البيم حاجات بسيطه يعني عشان تدخل دايمنشن محتاج تدخل ايه؟ سوفت وير جديد، سوفت وير يعمل لك البلان، يعمل لك السكيدولينج، سوفت وير يعمل لك الدوكيومنتيشن. بالنسبه مثلا لو انت هتشتغل بيم مثلا، فايه الحاجات دي كلها بتبقى ايه؟ تبقى طول ما انت ماشي بتتطور وبتتجدد. خلاص؟ والسيستم ريليتد تو بروجكت الدوكيومنتيشن ما انكلود ايه بقى؟ الدوكيومنتيشن بتاعت الرينوفيشن هتبقى عباره عن ايه؟ اني اناليسيس. لان انا عشان تعمل رينوفيشن لازم تعمل اناليسيس. تعمل اناليسيس ازاي؟ انت بتحدد انت عايز تعمل ايه الاول. خلاص؟ وتشوف عايز تعمل قد ايه وفي وقت قد ايه؟ بتقعد تدرسه، تعمل له تحاليل، وتشوف عشان تنفذ هذا الكلام ده في الوقت ده محتاج ايه. خلاص؟ وبعدين بعد كده بيبقى ايه؟ البروجكت اوثرايزيشن، اللي هي التصاريح اللي في المشروع. لا في حاجات بتبقى محتاجه تصاريح، في حاجات محتاجه تراخيص، في حاجات محتاجه لو احنا مثلا بنشتغل في الحاجات اللي بنعملها. كنا زمان بنشتغل بتوكي ووكي، دلوقتي الناس بترتاح وبتشتغل بالموبايل، لكن التوكي ووكي كان يعني سيستم واحد قاعد بجهاز اساسي في جوه يعني شبكه اتصال جوه الموقع نفسه. احنا كنا زمان كده يعني، وحتى لغايه دلوقتي في مشروعات كده يعني مش معتمده على الموبايلات، الناس بتستسهل كل واحد عنده الموبايل بتاعه بقى، فانا ليه اعمل شبكه داخليه بالنسبه لي خاصه؟ انما احنا لغايه مثلا 20 سنه فاتوا ولا حاجه كان من زمان بنتكلم الوكي توكي ده احنا شغالين فيه من السبعينات يعني. يعني احنا ما اشتغلنا الوكي توكي موجود في الموقع، بس في حته معينه بتبقى ايه؟ محتاج مثلا تصريح من المخابرات، تصريح من الداخليه، من هذا الكلام. طيب في اني اناليسيز اوثرايزيشن، البادجت بتاعه شكله ايه؟ في دوكيمنت هي مطلوب عشان ايه؟ عشان اعمل رينوفيشن ده. لو انا بدل مثلا ما ابعت واحد مشوار اقول له اعمل كذا، لا ده في وقت توكي معاه، فلا محتاج بادجت عشان يتعمل. تايم تيبل اند بروجرس ريبورتس، الجداول الزمنيه والبروجرس ريبورتس اللي هي الجداول الديلي ريبورتس او الديلي ريبورتس او مونث ريبورتس او الى اخره يعني. ريليتد ريكوست فور بروبوزل اند بروبوزل، ريكوست فور بروبوزل دي اللي هي هتبقى خاص اساسي بالايه؟ باي بروبوزل عاده تبقى للاستشاري او لحد عاوز منه راي. بروبوزل يعني بروبوزل يعني انا يعني هطلب مثلا خدمه فنيه، سواء مثلا دراسه جدوى، دراسه مشروع، تصميمات، كانوا بيبقى يعني خدمه يعني
اسمه ريكوست فور ايه فور بروبوزل. خلاص بالنسبه للمقاولين اسمه ريكوست فور ايه ريكوست فور كوتيشن. خلاص فالبروبوزل دي البروبوزل دي الخاصه بالايه بال انا بعمل بروبوزل بالنسبه لاي حاجه يعني خدمات غالبا يعني. والسايند كونتراكتس في الاخر بتبقى سايند كونتراكتس يعني دي الايه الدوكيومنتيشن اللي هي خاصه عشان اعمل الرينوفيشن بتاع الكلام دي كلها. المينيمو كاد دوكيومنتيشن هنا ايه الحد الادنى دوكيومنتيشن ايه all documents related to renovation of each mission critical hardware. يعني اي حاجه اي دوكيومنت خاص بالهاردوير قررنا مثلا نشتري فده هيبقى له دوكيومنتيشن هيبقى له موافقات وهيبقى له هيبقى له هيبقى له هيبقى له موافقه على الـ على الـ على العرض اسعار والاسعار بتاعته وامر الشراء بتاعه. فكل دي ايه عشان اجيب الهاردوير. السوفت وير نفس القصه. السوفت وير هل انا هجيب حد يعمل لي السوفت وير ولا السوفت وير موجود جاهز وهجيب ناس عاملاه؟ هل هعمل تريننج للناس مثلا اللي عندي عارف حاجه سوفت وير معينه حاجه معينه؟ السيستم سيستم اللي هو ايه؟ عاده يعني زي ما قلنا السيستم ابسط سيستم يتعمل اللي هو الاس 9001. في بعد 9001 ده اللي بتاع الكواليتي، في بعد كده بتاع الانفايرمنت اللي هو 14001، وبعدين في اللي هو الايه؟ السيفتي والهيلث والسكيورتي اللي هو الايه؟ 45000. طيب هنتكلم عليه كان اللي ان شاء الله في يعني لقاء ان شاء الله هنتكلم فيه على الكواليتي سيستم والكلام ده كله ان شاء الله قريب يعني مش 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 بعيد يعني. بعد كده في من ضمن الكلام ده في التستنج بتاع الكلام ده. طيب التستنج بتاع الهاردوير والسوفت وير دوكيومنتيشن عباره عن دي دوكيومنتيشن ما انكلود كذا. التستنج جايد لاينز. التستنج جايد لاينز يعني ايه؟ يعني الارشادات انا هعمل تستنج ازاي؟ يعني بعمل تستنج الهاردوير السوفت وير السيستم لما بكون باخد تستنج اللي هو بشيك انا شغال مش شغال. يمكن اللقاء ده يمكن يكون يعني ايه محتاج لو اللي ما اشتغلش في مشروعات عمل فيها الكلام ده كله محتاجه تركيز شويه محتاجه يعني لو حد سرح او 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 يعني الموضوع سهله مش حاجه ممكن يرفع ايده وتشات ونرجع تاني ونتكلم يعني عايز دي تصحصح شويه. هو ده يعني ايه عيب ال 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 اللقاءات الجميله اللي عن بعد دي يعني ايه مش عامله دايركت كوميونيكيشن. دايركت كوميونيكيشن بنقعد نضحك بقى ونكتة من هنا ونكتة من هنا بنبقى في ايه الدايركت كوميونيكيشن تبقى الوضع ثاني خالص. فمعلش يعني انا برضو يعني في ميزه ان احنا كل واحد قاعد مرتاح واخد راحته ومع بعضنا يعني. فالتستنج لازم بعمل تستنج لاي ايه؟ لهاردوير سوفت وير او في التستنج يعني السبيسيفيك تستنج كرايتيريا اللي هي ايه؟ المعايير المحدده ايه؟ المحدده للاختبار. يعني كل اختبار هعمل اختبار ايه؟ المعايير بتاعته بالنسبه لاي حاجه بالنسبه للهاردوير سوفت وير والسيستم برضه. يعني هل انا هغير ايه اعمل يبقى انا في بشتغل جوه اطار جوه كرايتيريا مش يعني لا 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 اكتر من لا اعدي المطلوب مني ولا ايه اعمل اقل من المطلوب مني. البروسيجر يوز فور ايتش تيست. المفروض انا لو عندي سيستم يبقى كل تيست له بروسيجر. لو انت مثلا انا هتكلم مثلا على الكونستراكشن انت عندك مثلا سي هتكلم على الحاجات اللي هي العاديه بتاعت الخرسان. الخرسان لها بروسيجرز للتستنج بتاعها. عربيه الخرسانه بتيجي بتعمل الستامب تيست بتاعها بتاخد المكعبات بتاخد درجه الحراره والكلام ده كله والاخر قبل قد ايه. فكل واحده من دول تلاقي لها بروسيجر تاخدها ازاي وتعملها ازاي. بنبص للشيت مثلا اللي جايه بيه بقى ايه الكومبوننتس اللي فيها هل محطوط فيها الكيميكالز المطلوبه الريتارنز الموجوده الكلام ده كله خلصت الساعه كام. فكل دي اللي هي ايه كل تيست له ايه له بروسيجر معين. خلاص لو كانت على خرسانه اصلا بتاع انما في اي حاجه بعد كده لها الهاردوير والسوفت وير والسيستم كل واحد له طبعا مع التخصص بقى في كل واحد في مجاله هيبقى ليه ايه؟ هيبقى في البروسيجرز لاي تيست موجود. في التيست ريزلتس دول الاربعه دوكيومنتيشن ايه؟ الدوكيومنتيشن بتاعته دي بتنكلود الكلام ده كله النتائج بتاعت الايه؟ بتاعت التيست. المينيمم دوكيومنتيشن بقى ريكوايرد بالنسبه للتيست بقى الهاردوير والسوفت وير كذا اني انفورميشن ريليتد تو تيستنج اوف ايتش ميشن كريتيكال هاردوير سوفت وير اساسي كومبوننتس. يبقى اي معلومات متعلقه بالتستنج بتاع
اي حاجه، اي ميشن خاص بالهاردوير والسوفت وير والسيستم دوكيومنتيشن، يبقى ايه؟ ده المينيمم دوكيومنتيشن بتاعه. خلاص؟ طيب الفيريفيكيشن وساين اب. برضه بنتكلم على ايه؟ ثلاث حاجات. يعني معلش هو الموضوع يعني شكله كلام اغلبيته كلام مش يعني اللي اشتغل بايده ودخل شاف المشروع وشاف دوكمنت كنترول والكلام ده كله وشاف وحس واشتغل بيه هيلاقي الموضوع ايزي يعني. اللي اشتغل في ايدو سيستم وعارف الكلام ده هتلاقي الموضوع بالنسبه له بندردش مش كلام صعب. لكن اللي ما اشتغلش في حته فيها هذا الكلام هيبقى يعني ايه مش هيبقى مبسوط شويه، هيبقى يعني ايه كلام جديد عليه شويه مش لامس يعني ايه دوكيومنتيشن مش فاهم ايه هاردوير يعني سوفت وير دوكيومنت وهكذا. الفيريفيكيشن ساين اوف ده اللي هو ايه؟ الفيريفيكيشن اللي هو التحقق، والساين اوف اللي هو الخروج بقى من القصص دي. دوكيومنت ديسكرايبنج تيست فيريفيكيشن اللي هي المستندات اللي بتصف التيست فيريفيكيشن اللي هي التحقق يعني من التيست. الجايد لاينز اند اكسبتنس ساين اوف فورمز فور ميشن كريتيكال هاردوير. شو تاني بيقول ايه؟ فورمز يعني نموذج في الاول هو بيبقى اسمه دوكيمنت امتى؟ بعد ما توقع بعد ما تملوا توقع باسم نموذج خلاص. انما قبليها باسمها ايه؟ فورمز فورميشن كريتيكال هاردوير سوفت وير اسيستنت كومبارس. المين ريكوايرد دوكيومنتيشن بيعبر عن ايه؟ دوكيومنتيشن ذات ديفاينز تيست فيريفيكيشن اللي هو التحقق من التيست اتعمل، والجايد لاينز اوف ذا اكسبتنس ساين اوف فورمز. الجايد لاينز اللي هي الايه ال 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 اللي هي الموافقه بقى يعني الجايد لاينز اللي هي الخطوط الاساسيه زي اند اكسبتنس ساين اوف فورمز والموافقه على الايه على الموافقه على قبول الفورمز دي لكل ميشن كريتيكال هاردوير وسوفت وير سيستم كومبارس. دي اللي هي الايه دوكيومنتيشن اللي هي خاصه بالايه بالثلاث حاجات دول هاردوير سوفت وير سيستم كومبارس. طيب الايدنتيفيكيشن والبريورتيزيشن. الايدنتيفيكيشن اللي هو التحديد، البريورتيزيشن اللي هو ايه الاسبقيات يعني احط ايه قبل ايه. خلاص احط ايه قبل ايه؟ ايدنتيفيكيشن اللي هو التحديد، وايه برايورتيزيشن اللي هو الاسبقيات يعني هعمل ايه قبل ايه ده قبل ده. بيزنس سبلاير اند بروفايدر. بيزنس سبلاير اللي هو ايه؟ اللي هو المورد بتاع بتاع اي حاجه في البيزنس، والايه؟ البروفايدرز اللي هو مقدمو الخدمات يعني. طيب الايدنتيفيكيشن برايورتيزيشن documentation identifying key business suppliers and providers. دي اللي هي المستندات اللي بتحدد ال suppliers و providers للكي بيزنس، البيزنس بتاعك اللي عندك انت بتعمل ايه؟ انت البيزنس بتعمل ايه؟ بتعمل construction ماشي، بتعمل اي حاجه بقى مش لازم تكون construction في اي مجال. يبقى المستندات اللي بتحدد الكي بيزنس suppliers و providers بتبقى موجوده هنا. This should be retained with any information used to determine the priority of each party identified. ده كل ده لازم يعني لازم بنحتفظ بهذه المعلومات should be retained، نحتفظ بها مع اي معلومات ثانيه عشان نحدد ايه البريورتي اوف ايش بارتي ايدنتيفايد. يعني انا بحدد البريورتيزيشن ازاي؟ يعني اسبقيات، هعمل ايه قبل ايه؟ يبقى انا لازم بحدد كل حاجه الاول، وبعد ما حددتها اقول ايه؟ لا دي تتعمل قبل دي ثم دي ثم دي ثم دي ثم دي. خلاص؟ المينيمم ريكوايرد دوكيومنتيشن باي دوكيومنتس ذات ايدنتيفاي كي بزنس سبلايرز اند بروفايدرز اند هاو ذا برايورتي اوف ايتش بارتي ويل ديترمنت. ماشي؟ يبقى ده الايه؟ الحد الادنى من الايه؟ الدوكيومنتيشن اللي موجود عشان الايه؟ احدد الكي بزنس سبلايرز واعمل ايه؟ البروتيزيشن بتاعه. طيب احنا ايه احنا في الكلام ده على فكره النهارده العرض مش كبير احنا عندنا خلاص هانت يعني هانت هانت خلاص قربنا خلاص اتس اوكي. الكوميونيكيشن بزنس سبلاير كوميونيكيشن كورسبوندنس كويشنيرز اور اني اذر بروجكت كومبلاينس انكويريز
to to or from key business suppliers and providers must be kept, as well as any responses that are sent or received. Contract renewal or any written assurance related to the readiness should also be kept. هنا يعني في بيبقى في كويشنير، يعني عمل ايه؟ يعني انا عايز اعمل اجيب اي حاجه من سبلاير او بروفايدر، ممكن اعمل كويشنير او يعني زي تشيك ليست كده، عندك ايه، عندك ايه مواصفاتك، ايه الكلام ده كله، ايه او كنا انا عامل شروط معينه بحطها له، فيبقى ايه، يبقى دي مع البروجكت كومبلاينس، يعني عشان يبقى متسابق او ممتثل ايه للمشروع. يعني to or from key business suppliers and providers must kept as well as any responses that are sent or received. ده مع الردود بتاعت الناس، يعني بيبقى في نماذج او بيبقى في كويشنير، خلاص بتتعاطى لمين؟ للبزنس سبلاير كورسبوندنس، السبلايرز والبروفايدرز، ودي ايه؟ والردود بتاعتهم بنحتفظ بيها كدوكيومنتيشن بزنس المشروع. ولو في كونتراكت بتتحط الكونتراكت، لو في كونتراكت رينيوال بتتحط، اور اني ليتر اشورنس ريليتنج تو بروجكت ريدنس شود اولسو بي كابت. طب المين اوف اكوايرد دوكيومنتيشن بقى بالنسبه للموضوع ده ايه؟ اللي هو البيزنس سبلايرز كومنتيشن كورسبوندنس، الدوكيومنتس اور كورسبوندنس تو or from key business providers and suppliers, including contracts and project compliance certification. يعني اي حد عم بيعمل لي خدمه او بيعمل لي توريد في الموقع، الحاجه لازم يبقى ايه؟ في ال ار اف بي زي ما قلنا، ريكوست فور بروبوزال، بنحتفظ بيها، الردود بتاعته بتبقى موجوده معانا، اي عقود بنعمل معاهم بتبقى موجوده، وايه والكومبلاينس سيرتيفيكتس مع حاجه المشروع لازم تبقى موجوده. كل دي انواع من الدوكيومنتس تبقى موجوده عندك في المشروع. طبعا في الشغل العادي او في المشروع اللي هي ان احنا مش يعني ايه، مش كل الناس بتطبق هذا الكلام. ان انت لو اشتغلت مثلا مع بيكتل، مع تشودا، مع تكنيب، مع بيوفيريتاس، مع شركات كبيره، الكلام ده هتلاقيه عادي. وانت مجرد انت لو اشتغلت في مكان بهذا الشكل هتلاقي الكلام ده بسيط جدا. وبرضه في تطور حصل، يعني الكلام ده كله كلام تراديشنال، يعني اللي هو عم يشتغل في ار بي او ويب سيستم، في ايكونكس سيستم، يعني انت ممكن تكون، ودي حصلت معايا برضو، تبقى مشروع كبير، بس يعني شغل بقى مئات الملايين، يعني بيبقى جايب سيستم مخصوص جاهز وانت داخل الشغل، بتعمل لك تريننج مثلا 3 4 ساعات على كل الدوكيومنتيشن، على كل حاجه في السايت، وبتدخل تشتغل عادي، بتبقى منتج عادي زي غيرك. الاستورج بقى اللي هو التخزين بتاع ايه؟ الدوكيومنتيشن. البرودكت دوكيومنتيشن ماست بي ويل اورجنايزد، عشان كده الدوكيومنت كنترولر ده من اخطر واهم الناس في الموقع. لازم يبقى على علم، لازم يبقى عارف المتطور، ولازم يعرف الليتست سيستمز بالنسبه للدوكيومنت كنترول، ولو في سيستم زي الاي ار بي او الى اخره يبقى عارفه. فالبرودكت دوكيومنتيشن ماست بي ويل اورجنايزد، لازم ما تكونش يبقى ايه، لازم تبقى منظمه جدا واندكسد ومعموله اندكس صح، بحيث ان انت اما تطلب حاجه بالاي دي بتاعها. لان دي عاده زمان كان بيبقى ايه، بيبقى هارد كوبيز بس، دلوقتي لا، حتى الهارد كوبيز في الفايلنج سيستم بنحاول احنا حتى بنعملها مانيوال، بنعمل فايل جوه فايل زي كده نتكلم عليه من يوصل الفايلنج سيستم. And those not used frequently can be boxed, labeled and stored. يعني الدوكيومنتيشن اللي احنا بنعملها، في دوكيومنتيشن احنا بنعملها وخلاص ما بنحتاجلهاش تاني في الراننج او في الديلي بروسيجرز بتاعت البروجكت، تمام ازاي؟ فبنحطها ايه اللي مش مستخدمه باستمرار بقى ايه؟ التقارير اليوميه، بعض الاجتماعات و الى اخره، الكلام ده كله بيبقى ايه؟ بيبقى منظم كويس، محطوط في ملفاته، والفايل بيبقى في مكانه. انما لو هي حاجات مش بتستخدمش فريكوانتلي، يعني كل يوم او على طول، بتتعمل لها ايه؟ بتتعمل ليبل، بتتحط في علب، يعني بيبقى انت في انواع كتير من الحفظ، بتكلم عن هارد كوبيز حتى، مش على السوفت كوبيز، الامر سهل، بيقدر اللي قاعد على الكمبيوتر بيعمل فايل جوه فايل وسب فايل، بيعمل بتاع وبيحط فيه الحاجات بتاعته ايه، كسوفت كوبيز، يعني بي دي افات او الى اخره.
انما لو هي هارد كوبيز بتتحط جوه في علب كده كرتون عندنا هنا، يعني مش علب كرتون بتبقى تتقفل، تتقفل وبتحط على الرقم بتاعها وبتتشال، لو احتجتها في نص المطلوب بتفتحها تطلعها. انما الحاجات اللي هي راننج كهارد كوبيز في طريقتين، في اللي هي الشانلز بالملفات العلاقه دي، دي اسهل طريقه، تبقى جنب مدير المشروع مثلا جنبه او اي مدير اي قطاع. بوكسز يعني الشانل كده ثلاث اربع ادراج في بعض، واللي هي الفايلز اللي هي ايه بتتحرك قدام، ودي بتبقى سهله جدا وميسره يعني. وفايلات عاديه بقى تشيل فيها الفايلات ال 4 سم و 8 سم بتحط فيها الايه بتاعت كل موضوع يعني. الكترونيك انفورميشن شود بي دوكيومنتد as to what as to what is and it must be backed up on the reliable medium. الالكترونيك انفورميشن اللي هنقول عليه دلوقتي، هعيد دلوقتي، مفيش حاجه اسمها هارد كوبيز بس. الالكترونيك انفورميشن حتى احنا عاده لو حتى لو مستوى تعبان قوي يعني، او مستوى يعني مش بقول تعبان يعني وحش، لا يعني مشروع صغير يعني، بيبقى عندك المكنه اللي بتصور تقدر تعمل سوفت كوبي لاي حاجه وتعملها فايلنج سيستم تحفظها عندك، او لو كان عندك مثلا اي وسيله انك تخزن عليها او تخزنها على الكلاود، ما فيش اي مشكله خالص ان انت بيبقى متخزن عندك ايه سوفت كوبيز لكل الهارد كوبيز. بدل ما احنا كنا زمان ملفات بقى يعني، المشروع تلاقي فيه مثلا 200 300 400 500 ملف، وكل ملف جواه مش عارف كم 100 ورقه ولا كم 1000 ورقه، لا دلوقتي ممكن على الكمبيوتر موجود، والواحد محب يلاقي الموضوع ده بالاي دي على طول بتاعته، بالاندكس اللي انا عامله اطلع اي واي حاجه انا عايزها اطبعها على طول او احولها على طول لو في سيركت قافله بين السيستم مع بعضها يعني. فالموضوع يعني ايه، الموضوع سهل مش صعب، بس يمكن في ناس انا عارف في ناس مش حت يعني اللي ما اشتغلش الكلام ده قوي هتحس ان هو ايه دمه مش خفيف شويه يعني، هو كلام يعني هو اللي ما شافش حاجه ما يعني هيتخيل ايه يعني. ممكن يعني بنحاول ان احنا نوصل لكم اللي وصل. وعلى فكره ده كلام كله كلام قديم، دلوقتي هو اتاثر كده بكتير للناس اللي هي يعني بتخلص لها. بيبقى سيستم موجود بيدفعوا فيه فلوس وموديولز زمان كانت غاليه قوي، دلوقتي برضه في طرق معينه ان انت ممكن تاخد، ما تاخدش كل حاجه يعني، ممكن تاخد بتاع المخازن بتاع الشؤون الاداريه بتاع الكونستراكشن بتاع وهكذا، اللي هي يعني مش اي ار بي سيستم كامل يعني. فالكلام انفورميشن قلنا دوكيومنتد از تو وات از تو وات از اند ات ماست بي باكد اب اون ريلايبل ميديوم، تعمله باك اب على ريكوايرد ميديوم يعني. انا بشغل على اللابتوب بتاعي لازم يبقى عندي ايه باك اب عندي، او لو في كمبيوتر سيستم عنده ايه الريسيفرز اللي عنده اللي هي يعني بيبقى عنده تخزين يعني عنده تاني يعني. انا كبيرسونال حاجتي بحطها على الهارد ديسكات بتاعتي، هو هناك التخزين العام بيبقى عنده ايه السيستمز بتاعته اللي بيخزن عليها كل الشغل اللي حصل ومتفايل ومتوزع بيبقى سهل. No matter where and how documentation is maintained, it must be readily identifiable and accessible. يعني ايه مش مشكله يعني انت الدوكيومنتيشن بتاعك شايله فين، بس هم تبقى شايله، ما تجيش تبص تلاقي مثلا حاجه ضربت وما تلاقيهاش، ما تلاقيش الحاجه كلها يعني. عاده بتبقى ممكن يبقى يتعامل بكذا سيستم مع بعض يعني. انا مثلا انا ممبر في البروجكت باخد حاجتي معايا على ايه؟ على الهارد ديسك بتاعي، بيتعمل بيبقى فيه سنترال ستورج في المشروع، وممكن تعمل بقى على كلاود، يبقى عندك حاجتين ثلاثه، لو واحده ضربت او قطعت او حاجه بقى الثاني موجود الساعد معاها سكه. بس طبعا الايدنتيفيكيشن بقى لازم يبقى اي دي واضحه وصريحه ومتصممه صح بالنسبه لاي حاجه. الريتنشن بيريود، الريتنشن بيريود اللي هي ايه بقى؟ اي مستند بيخلص له مده، بمعنى ايه؟ يعني مثلا يعني استلام يعني العقد هو مره واحده بيحصل في المشروع ان الدوكيمنت ده
بعمل له ستورج للوقت قد ايه. يعني انا مثلا خلصت المشروع او خلال المشروع حتى في دوكيومنتيشن لازم يقعد مع لغايه اخر المشروع وخلاص واسلمه للصاحب الصرف الاخير وخلاص. انما طبعا يفضل كما الوقت اللي بقت سهله ان انا يبقى عندي كل الدوكيومنتيشن بتاع المشروع متخزن على الكلاود او متخزن، يبقى هو ايه سهل مش محتاج يعني ايه قصه كبيره يعني محتاج ان انا اصرف عليه. فدي بتعتمد الريتنشن بيريود اللي هي يعني في ريبورتات ممكن بعد مثلا يعني الديلي ريبورت مثلا ممكن بعد فتره معينه بعد سنه بعد اثنين خلاص يعني انا يبقى خلاص مش ملهاش لازمه. ممكن مثلا استلام الموقع او تسليم الموقع بقى يعني تسليم الموقع من بين المقاول والمالك ده لازم يقعد معاك مثلا 10 سنين 20 سنه يعني ده يبقى معاك في اي ايه يعني مرحلات بتطول. يعني كل دوكيمنت عندك له مده تقدر تعمل ريتنشن منه ان انت الدوكيمنت ده بت ايه بت بت بتعاد عندك قد ايه. بيعتمد على ايه؟ على عوامل كتير قوي. ماشي؟ طيب the most effective method is to have each cabinet agency project coordinator assume responsibility for the document in their area. He will keep the completed documentation form and a copy will be sent to the statewide project team. يعني دي الطريقه الاكثر فعاليه. يعمل ايه بقى؟ ان الدوكيمنت كنترولر يعني سي ان انا عندي كذا 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 صاع يعني مثلا سي عندي مكتب فني، مكتب فني له دوكيمنت كنترولر لوحده خلاص. بعدين عندي كونستراكشن له دوكيمنت كنترولر لوحده، عندي كيو اي كيو سي ده مشروعات كبيره قوي يعني ده له دوكيمنت كنترولر لوحده. كل واحد من الدوكيمنت كنترولرز بتاعت الديبارتمنت او السكشن ده خلاص بي ايه بيحتفظ بيها عنده وبيبعت صوره ايه او بيبعت للمركزي. في البروجكت بيبقى فيه دوكمنت مانجر او دوكمنت رولر اللي هو التوب بقى بتاع كل دوكمنت اخره بيحتفظ بالحاجات دي عنده وبيبعتها بقى ايه للايه للشركه او للكوربوريت بتاعه او البروجرام مانجر بتاعه اللي هو جوه البروجرام او البورتفوليو مانجر اللي هو عنده. يبقى انت في ترتيبه بريك داون بتطلع من الدوكمنت كنترولر بتاع القسم او القطاع او الجزء من الاورجنت شارت بيبعته على الدوكمنت كنترولر الجنرال دوكمنت كنترولر الماستر دوكمنت كنترولر اللي مشروع كله على بعضه. الدوكمنت كنترولر بيبعته فين؟ سواء للبروجرام لو هو سال تبع بروجرام او للبورتفوليو تبع بورتفوليو او للكاربر تبع الشركه على طول. يبقى انت ايه؟ ضمنت ان في كل حته كذا حته اللي في الشركه بقى المركزي يحفظها بقى على الكلاود يحفظها على سيرفرز عنده اللي هو بقى اللي يعملها. The most effective method is to have each cabinet agency project coordinator اللي هنقول عليه دلوقتي assume responsibility for the documentation in their area. كل واحد في الاريا بتاعته. He will keep the completed documentation forms and a copy will be sent to the statewide project team. ماشي الكلام اللي كنا بنقول عليه دلوقتي. طيب ده بقى الملخص بتاع ايه؟ الكلام اللي فات كله. هنا البروجكت دوكيومنتيشن عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ زي ما قلنا اربع حاجات. البروجكت مانجمنت دوكيومنتيشن عباره عن ايه؟ البروجكت بلانز، البروجكت بروسيجرز، اكسبنس دوكيومنتس، ده كل الموضوعات الحركه اللي قبل كده المختصر المفيد او بريك داون بتاع اللي حصل. المينس اوف ميتنج والاجنده والبرزنتيشن والبروجكت ستاتس ريبورتس وريسك اسسمنت والبزنس والكونتينيوتي اند ايه؟ كونتينيوس بلانز. كل دول احنا ايه اتكلمنا عليهم قبل كده. طيب بعد كده اتكلمنا على الهاردوير والسوفت وير والسيستم دوكيومنتيشن عباره عن ايه؟ انفنتوري اسسمنت، رينوفيشن، تيستنج والفيريفيكيشن ساين اوف. ماشي؟ طيب لو كملنا على البيزنس سبلايز اند بروفايدرز بقى اللي هم ايه؟ الايدنتيفيكيشن فاركترزيشن، كوميونيكيشن كورسبوندنس، وفي الاخر اتكلمنا على الستورج اللي هو ان كل زي ما قلنا ان كل ايه؟ كل ديبارتمنت عنده الدكتور بتاعه وبيحفظ بشكل او باخر وبعدين بيرفعها بعد كده للليفل اللي فوقيه اللي هو جوه هو في 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 بروجرامز بيبعت البروجرام مانجر اللي هو مسؤول وكذا مشروع تاني او للبورتفوليو بيبعت البورتفوليو او مع الشركه فبيبعت الشركه. الشركه بيبقى عندها السنترال بقى بتاعها واللي في الشركه بقى يعمل بقى اللي بقى. طيب هنا بقى ايه؟ ازاي اعمل دوكيمنت اناليسيز وديزاين؟ يعني اعمل دوكيمنت اناليسيز ازاي
وديزاين ازاي؟ يعني انا المفروض ان انا يبقى عندي قدره ان انا اصمم الدوكيمنتس. هو الحقيقه ديزاين اوف فورمز، هو مش دوكيمنت، هو باسم دوكيمنت بقى بيتملى. انما في ايه؟ في ديزاين جايد لاينز للفورم. احنا بنقول اعتباطا الدوكيمنت، بس هي الحقيقه فورم. الجايد لاينز بقى ان انا في اسئله اللي بتساعدني ان اعمل ديزاين للدوكيمنت. بمعنى ايه؟ ان اي واحد اي مدير مشروع طبعا عنده دوكيمنت كنترولر وعنده كل انواع بتاع الكيو اي كيو سي، كانوا بيقولوا خفف بقى، كل واحد يبقى عنده القدره هو هاو تو ديزاين ا دوكيمنت. هاو تو ديزاين ا دوكيمنت ده لازم واحد يعني ايه؟ يعني الدوكيمنت ده بيبقى له هدف. يعني عشان اعمل مثلا ايه مينس اوف ميتنج، عايز ايه؟ عايز احدد الخطوات بتاع الاجنده اتنفذت نقطه نقطه ورا بعضها واسجلها، واحدد ايه الاعمال المطلوبه ومطلوبه من مين وهتخلص امتى. فالديزاين بتاع الدوكمنت بتاعي بحط فيه هذا الكلام، وفي الاول خالص بحط مثلا عنوان الشركه اللوجوز اللي فوق، وبعدين بحط التايتل بتاع الفورم بتاعتي او بتاع النموذج بتاعي، وبحط بعد كده اسم البروجكت، يبقى تاريخ كذا كذا. يعني ده اسم الديزاين للايه؟ للدوكمنت. يعني some design questions to help in designing documents. انا بعمل ديزاين دوكمنت ازاي؟ who designed the documents؟ مين اللي صمم الدوكمنت؟ المفروض المدير المشروع يقدر يعمله، بس دلوقتي كل واحد في اللي عندنا مكتب فني، والمكتب الفني مدير المكتب الفني لازم عنده قدره ان هو يقدر يعمل ديزاين للدوكمنت. هو زي ما انا بقول لكم بكلمكم الصراحه، انت لو دخلت على اي على 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 اللابتوب او على الانترنت وقلت انا عايز فورمز بتاعت كل حاجه هتلاقيها، وهتلاقي اكتر مما تتخيل. عايز كواليتي بلانز هتلاقي مليون واحد، عاوز سيفتي بلان هتلاقي. بس المشكله فين بقى؟ ان انت عشان تاخد ده وتفصله على الشغل اللي عندك، ممكن قدرا يجي لك حاجه يعني كويسه، لان انت ده سلاح ذو حدين. يا اما انت هتعمل حاجه اوفر عن اللي عندك، يبقى انت بتلزم نفسك بحاجات انت مش عندك في العقد او في الكلام ده كله، او اقل من اللي عندك يجي لك بقى ايه؟ يعني تأنيب مثلا من كويتي سي كبير مثلا، او الكونسلتنت او الى اخره. فلازم عارف ايه؟ هو ديزاين ذا دوكيمنتس، هو ويل يوز ذا دوكيمنتس، مين اللي هيستخدم الدوكيمنت ده؟ هل ده مثلا بتوع شؤون ماليه؟ ولا بتوع شؤون اداريه؟ ولا بتاع مخازن؟ ولا بتاع كونستراكشن؟ كنت بعمل ديلي ريبورت او ويك ريبورت او ماستر ريبورت، او بتاع مونيتورنج اللي هو البلاننج بقى والمونيتور بتاع البروجكت. هو ويل يوز ذا دوكيمنتس. وات از جوينج اون ان ذا دوكيمنتس؟ ايه اللي هيحصل مع الدوكيمنت؟ ايه اللي هيحصل معايا؟ هيمشي ازاي؟ هيطلع من مين لمين لمين؟ هترفع لفين؟ هل هو هيوصل لغايه مدير المشروع ويقف، ولا بعد هيطلع بعد كده على الكوربريت او على البروجرام او على البورتفوليو. Why was the document written؟ ليه الدوكيمنت نفسه اتكتب؟ ليه؟ لا ما احنا يبقى يعني ايه؟ يعني دي اسئله لما بنيجي نعمل ديزاين جايد لاين، ان انا ايه؟ الدوكيمنت ده هيمشي ازاي او هيتعمل ازاي؟ وزي ما بقول لكم برضه، لو انت في سيستم ايزو سيستم، بقول لكم الكلام ده كله كلام تراديشنال، ودلوقتي في تطورات كثيره جدا. يعني انت مش هتقعد توجع دماغك بالكلام ده كله لاخره، وهتلاقي لو انت عامل فيه ايزو سيستم في المكان بتلاقي الدنيا دي معموله وسهله ومتجهزه، وانت بس ما عليك ان انت ممكن تعمل تعديل وانت ماشي لو قابلك مشروع مخصوص او اي حاجه. خلاص؟ What does this document mean to you؟ الدوكيمنت ده بي بي مينينج يعني بي بي ايه بي يعني مين مينينج يعني اللي هو يعني يهمك في ايه او 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 معناه ايه بالنسبه لك؟ بالمناسبه برضو عشان برضو ايه نتكلم كلام براكتيكال، يعني انا في وجهه نظري الدوكيمنت اللي ما اشتغلش اللي اقعد شهرين ثلاثه ما اشتغلتش فيه ده لازم افكر ان انا خلاص يعني ان انا يعني ايه ابعده عن السيستم بقى. يعني هي مش كتر ورق، نخلي بالنا برضو، يعني الدوكيمنت هي مش شطاره ان مش كتر ورق بيتعمل، لا، ان انت تبقى عامل توازن صح. لان انت اي مهندس في الدنيا وخصوصا
ابناء جلدتنا يعني، مهندس يبقى مهندس عبقري وبيشتغل شغل يعني ملوش زي، قول له اعمل تقرير يبقى على قلبه زي السم. بأذكر من زمان يعني، كان بقاله مدة كبيرة، كنا عاملين ايزو لشركة معينة، كنت انا ماسك الكلام ده يعني الاونر ريب والكلام ده من الاول لاخره. فايه مدير المشروعات شباب مهندس من 50 شباب متخرج جديد خالص في شركة مقاولات، كان اسمه سامح، كان شاب كويس قوي زمان، دلوقتي بقى حاجة كبيرة يعني مدير الشركة ولا حاجة. فالمهم فاديت له الريبورت، قعدت عملت له اندكشن ديت مالك كذا وكذا. ففي الاول قلت له التقرير اليوم بياخد منك كام؟ قال لي يا باشمهندس ربع ساعه تقريبا 12 دقيقه وهكذا. قلت له ماشي يا سامح. بعديها باسبوع بياخد منك كام يا سامح؟ يعني 7 دقائق 8 دقائق. الاسبوع اللي وراه قال لا يا باشمهندس ده دقيقتين ثلاثه بخلص. يعني بمعنى ايه؟ ده الليرنينج كيرف بقى، يعني اذا حاجه بتبقى جديده زي ما حسابين دلوقتي الكلام ده كله مستغربين، اللي اشتغل في هذا الكلام هقول ايه الكلام اللي انت بتعمله؟ يعني ده كلام يعني بالنسبه له عدى عليه وعمله. فيعني ايه؟ طيب الدوكيمنت ديزاين بقى، ايه هدف الدوكيمنت ديزاين؟ اوبجكتيف دوكيمنت ديزاين ار 2. يعني انا بعمل دوكيمنت ديزاين ليه؟ خلاص؟ Provide the user with a complete functional description of the proposed system and identify the elements to be performed. إن أنا بزود المستخدم بالفانكشنال complete functional description بتوصيف كامل لإيه؟ توصيف توصيف كامل للبروبوز سيستم، للنظام المطلوب يعني، وايدنتيفاينج الاليمنتس بي بيرفورمد، وحدد الايه العناصر اللي هتتنفذ اللي هيتعين القيام بيها يعني. دي اول كلمه، اول حاجه ان يبقى إيه لازم المستخدم بتاع الفورم دي يبقى عارف كويس قوي توصيف الشغل اللي هيتعمل وتحديد العناصر اللي ايه اللي هتتعمل فيه. Develop a functional test strategy that will assure that the user system requirements are in fact met. ان ايه develop يعني بقى ايه يعني functional test strategy، يعني بعمل test strategy وانا ماشي ان انا بشيك على الايه على الفورم ده وعلى الحاجات اللي فيه، وده ويبقى الشور هيأكد ان المستخدم بتاع the user system requirements are in fact met. يبقى اتأكد ان انا فعلا الاهداف اللي اصلا محطوط عشان الدوكيمنت ده يتعمل فعلا حققت لي الاهداف والحاجات اللي انا ايه مصممها عشان. Accept information، بيقبل ايه information؟ information دي اللي هي ايه؟ الانبوتس. زي ما اتفقنا قلنا اي سيستم عباره عن ايه؟ انبوت وبيدخل يعني احنا ممكن نعمل حاجه هنا او يعني، بس مش عايز ادخل في الكلام ده، مش عايز ادخل فيه يعني. يعني هو بيبقى سيستم كده عباره عن كده، وده ايه انبوت كده، ده ان كده اهو انبوت، وده كده اهو اوتبوت. ده اللي هو السيستم اللي بنتكلم عليه دلوقتي، اوتبوت اهو خلاص. وده ايه؟ ده البروسيس بقى اللي بتعمل فيه، ده بروسيس يعني، دي العمليات اللي بتحصل ايه عشان يعني انا دخلت انبوت حاجه هنا وهتعمل عليه عمليات طلعت ايه اوتبوت. ده اللي بيقول عليه دلوقتي البروسيس، ماشي الحال؟ فده الان اهو بقول هنا اهو يعني الانفورميشن دي، الانفورميشن اللي هي ايه اللي انا قاعد اشغلها. وبعدين مانيبيوليت انفورميشن البروسيس اللي بشتغل على الانبوت، وبعدين بروس الانفورميشن اللي هو الاوت. ده اللي هو الثلاثه اربعه خمسه اللي ورا بعض. يبقى دي بتحقق لا خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص خلاص. احنا قاعدين نقول دي بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كده الاولد درامج يبقى نشيل دي، وده عايزين نسيبه بقى، نسيب ده، نسيب ده، نسيبه فين بقى؟ خلاص اسكيب اسكيب معلش انا يعني ايه مش خلاص كده؟
طيب خلاص. طيب فعرفنا بقى ايه ثلاث نقط دول، ايه اللي هو اكسبت الانفورميشن الانبوتس زي ما قلنا، بنعمل عليها البروسيس وبعدين بتطلع ايه الاوتس بتاعتنا، وبعدين ايه ستور بقى الانفورميشن اللي هي الايه الفايلنج، دي مش فيلنج دي فايلنج، الفايلنج سيستم ستور الانفورميشن في فايلنج، وان شاء الله هيبقى فينا لينا لقاء على الفايلنج. معلش الحاجات دي دمها مش خفيف قوي، لان احنا مش كلنا واخدين عليها كتير بنعملها، وحتى لما بيبقى عندكم كنترولر في الموقع ما بيبقاش في وقت ان انت تدخل فيه جامد او تخش الكلام ده كله، انما لو انت كمدير مشروع عرفت الكلام ده ودخلت والدكتور بتاعك عارف ان انت فاهم وانت اللي بتوجهه وانت اللي بتشغله الكلام ده كله لاخره، هتلاقي ايه العلاقه بينك والتعامل معاه هتلاقيه مختلف تماما، يبقى عارف ان الواحد فاهم معاه وعارف محترف معاه. فدي مهمه جدا برضو اي مدير مشروع، عشان كده كل اللي بناخده ده بيقويك وبيقوي بيقوي الكاركترستيك بتاعتك، وما بتدخل على اي حد عندك بنتكلم في كل حاجه، في الكونستراكشن، في السيفتي، في الكواليتي، في الـ في الـ في البلاننج، بنتكلم في الريسورسز، بنتكلم في الكوميونيكيشن، بنتكلم في التيم بيلدينج وحاجات كل اخرها. انت كمدير مشروع لما تعرف الكلام ده كله، يعني الكلام اللي احنا بنقول ده كله ده مش كلام عشان تدخل تمتحن وتاخد شهاده وتقول اه ده انا، لا الكلام ده يعني يفرق للاثنين، هتدخل تاخد شهاده تعمل عايز تعمل ام بي اي عادي يبقى سهل قوي بالنسبه لك، تعمل بي اتش دي هيبقى سهل بالنسبه لك، انت فاهم هتفهم يعني ايه اداره من اولها وفاهم العصر كلها من اول لاخرها. وفي السايت لو انت بتشرح الكلام والكلام اللي بتاخده ده فروم سايت او فروم اكسبيرينس، يعني في الجزئين زي ما قلنا احنا بنمسك العلم بايد وبناخد الايه العمل في الايد الثانيه، يعني العلم والعمل. اوكي طيب document standards are evidence of professionalism performing standards apply to good writing as well as to good programming. الدوكمنت ستاندرز بقى الدوكمنت ستاندرز دي ده ايفيدنس، يعني ده اثبات ان ايه انك محترف، خلاص دليل على الاحتراف يعني. طيب الفولوينج ستاندرز الايه الستاندرز المعايير او الستاندرز اللي جايه دي ابلاي تو جود رايتنج، يعني بتطبق للايه لانك تعمل جود رايتنج للايه جود بروجرام as to good programming. Define the contents، بتحدد contents، انا بعمل تقرير يومي يبقى انا عايز اعرف اعمل كذا وكذا 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 وكذا، وبعدين بخطط وبعمله. ممكن يبقى في ان شاء الله قدام شويه نستعرض معاكم فورمز كتير، يعني في فورمز بتاعت شركات كبيره جدا بتاعت الشهودة بتاعت التكنيك بتاعت قطر جاز بتاعت سعودي او جي بتاعت بكتل، كل النماذج دي موجود بقى، في حاجات تبقى عملها بايدك. فكان نقول ان شاء الله يعني ايه يكون في باذن الله فرصه ان احنا ايه نشوف التخطيط دي كلها لاخرها. ديفاين كونتنتس، بحدد الكونتنتس انا عايز التقرير ده ليه؟ هل هو تقرير مجرد تقرير عمل ديلي ريبورت؟ هل هو بيتحط في شغل الكواليتي، بيتحط في الاجتماعات، بتتحط في البروبلمز اللي بتقابلني، بيتحط في مش الشغل بس بتاع النهارده، شغل النهارده هتعامله قد ايه والشغل بكره هيتعمل فيه قد ايه، كل دي الكونتنتس اكون محددها من الهدف. يعني ممكن يبقى يعني قال له ممكن يبقى سيفتي ديلي سيفتي ريبورت، بس ده لوحده خلاص. دي اول حاجه بديفاين الكونتنت، بعدين اساين فاريبلز تو بي لوجيكالي كونسيستنت، بحدد ايه المتغيرات عشان ايه عشان تكون ايه تبقى منطقيه يعني مع بعضها لوجيكال كونسيستنت. ميك ابروبريت لوجيكال كونكشنز، بعمل يعني ايه اتصالات منطقيه، يعني اتصالات منطقيه ما بين كل الحاجات اللي انا محددتها الكونتست دي. شو كوز اند افكت اونلي اند اولويز وين ات ابلايز، في حاجه اسمها كوز اند افكت، في كوز اند افكت ديجرام بتاع ايشيكاوا، يعني ده ثينكينج يعني زي يعني اللي هو السبب والتاثير، يعني ربنا يسهل هنشوف هنقدر ناخد طلب جوه شويه شغل لو عملنا شغل زياده في الكواليتي يعني دخلنا فيه. يبقى كوز اند افكت، يبقى عارف انا سبب التاثير بتاع ايه اي حاجه لما تبقى محتاجه انها تطبق يعني. بروف اوبفيوس هوكس، بحدد ايه
الهوك ده الخطاف، يعني اي احتمالات ايه هوكينج، الحاجه متعلقه فيه او الى اخره. يوز سترونج فيربس، بستخدم فيربس قويه يعني تيرن مثلا، يعني بيبقى الفورم بسيط وقوي وواضح. يوز بانكتيشن بريسسلي، ما فيش حته عايز فاصله احط لها نقطه، او عايز احط نقطتين امتى والفصل امتى، كان البانكتيشن. يوز aliases for convenience، خلاص اللي هي ايه الاسماء المستعاره، يعني ساعات يعني ساعات ايه بتستخدم، زي احنا لما بنتكلم الناس تقول لك دي إيه الفاس بنسميها طوريا او طوريا او في الصعيد، او فاس في الفلاحين، الملوينه بتاعت حد بيسموها ملوينه، في ناس بتسميها جريف هنا في اسكندريه، يعني ايه اللي هي اليوز الالياسس اللي هي الايه الاكسبريشنز اللي هي مستخدمه تسهيلا، يعني لو انا بعمل حاجه في الكونستراكشن ما يمنعش ابدا ان استخدم حاجات بهذا القبيل. يعني كومنت فور ايزي ريدنج، بنحط التعليق بقى عشان سهل القراءه، يعني لو في حاجه محتاجه كومنت كده جنب اي شرح اي حاجه اكتب. افويد كروس ريفرنسز، يبقى انا ايه بتجنب الايه المراجع اللي هي يعني نقطة معينة ما يبقاش ليها مرجع فوق ومرجع تحت ومرجع هنا ومرجع هنا ومرجع هنا، لا ما يبقاش كروس ريفرنسز يعني. تمام؟ وفي ايوه طيب الفاكتورز افكتنج بقى الايه؟ الدوكيمنت ديزاين. احنا خلاص يعني احنا فاضل لنا لا هو ما فاضلش كتير، خلينا هنجري بقى شوية هنا. الانبوت واوت ريكوايرمنتس اللي هي الايه؟ انبوت اوت ريكوايرمنتس اللي هي اشتراطات المداخل والمخارج. الدوكيمنت اوبجكتيفز اهداف الدوكيمنت، تايب اوف داتا نوع الداتا، نوع الداتا اللي داخل الداتا اللي هي المعلومات اللي موجوده، ميثود اوف داتا كولكشن طريقه جمع الداتا، الكونتنتس المحتويات، الدوكيمنت فورمات الفورمات بتاعت الديزاين بتاع الفورم اتعملت فيه ايه الاسم الكلام ده كله، الاكسبكتد فوليوم الفوليوم بتاع الدوكيمنت، يعني في ديلي ريبورت بيبقى فيه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل افرق الكلام ده، كل الموظفين الموجودين مين، كل واحد قد ايه، المعدات قد ايه، الخامات الموجوده قد ايه، اللي داخل قد ايه، الكلام ده كله قد ايه، الكيو اي كيو سي اكتيفيتيز قد ايه، كل الاكتيفيتيز بتاعت اليوم قد ايه، كل الاكتيفيتيز اللي متخططه تاني قد ايه، وهكذا اللي هي الايه اكسبكتد فوليوم، اكسبكتد بروسيسنج لو في اي بروسيس هيتحط من ضمن الكلام يتحط، ستاندرد يونتس الوحدات اللي هي الستاندرد بتاعتنا، كونديشنال كونستريتس ان يونتس اللي هي الشروط والايه المعوقات الايه اللي في الـ في الـ في الـ في الاستخدام يعني. تمام طيب البروسيسنج ريكوايرمنتس، البروسيسنج اللي هي البروسيسنج اللي هي الـ بروسس اللي هو العمليات اللي عليها، دوكيمنت ديستريبيوشن لما بعرف دوكيمنت اي دوكيمنت ده له ديستريبيوشن، يعني في دوكيمنت بعمل له ديستريبيوشن من اول مثلا الدوكيمنت كنترولر معاها واحده بيدي مثلا المهندس فلان مدير المكتب الفني، مهندس فلان الخاص بيها صوره مثلا لمدير المشروع او مدير الفني وهكذا، الديستريبيوشن نفسه بيبقى موضح على نفس الايه على الفورم نفسه واحنا بنصممه يعني. الميثودز اوف ابديتنج الداتا، في طريقه ان اعمل ابديت للداتا، يعني لو انا بعمل اي فورم ان انا هتعمل ابديت للداتا هزود حاجه هنقص حاجه، يبقى انا لازم اعرف هتتعمل ازاي. الستارتنج كونديشنز اللي البدايه الاولانيه خالص بتاعت الاير كونديشن الاولانيه خالص دي بتبقى واضحه زي ما احنا رايحين فين. اوكي طيب هنا الدوكمنت كنترول بقى ذا بروبلم از نوت تو ريستريكت انفورميشن، الدوكمنت كنترول بقى مش قلنا بلاننج اورجنايزنج ليج وكنترول، انا بقى خطوات بقى في الدوكمنت كنترول. The problem is not to restrict information but to ensure that the relevant information gets to all people who need it. يعني ان انا ما بعمل restrict information، يعني ايه restrict information؟ ان المعلومات بتبقى محدده لناس معينه. الكنترول بتاعي بقى كلكم كنترولر او هو لكم كنترولر طبعا المهم الكلام ده كله. هي مش قصه ان انا بمنع عن حد، لا المشكله في الكنترول ايه؟ ان انا ان الانفورميشن اللي عايز اوزعها دي توصل للناس اللي محتاجاها.
يعني في انفورميشن او دوكيومنتيشن بتاع مكتب فني بس، خاصه المكتب الفني السيزون بتاعته كان هو الاخر. ما راحش اوزعها بتاع اللي بتاع الكونستراكشن، ما وزعهاش بتاع المخازن. انما في حاجات بيبقى على المكتب الفني وده 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 في كل حته. بيبقى انا الدوكمنت كنترول ده مش بتمنع الانفورميشن عن حد، لا، بس هي بتؤكد ان ان الريليفنت انفورميشن اللي هي الانفورميشن المقصوده تروح للناس اللي محتاجينها، مش لكل الناس. يعني في ناس حاجات لكل الناس لازم، يعني انا مش مؤمن بحاجات الناس، لا، بس كل يعني ما تكبرش الموضوع. يعني الناس بتوع الكيو اي كيو سي عندهم انفورميشن معينه بحاجات معينه، يعني مش هغرق كل الحاجات افيلبل، اللي عايز يتعلم، اللي عايز يبص، اللي عايز يعرف. انما كدوكيومنتيشن محطوط ورسمي ومحطوط في الفايلنج وهيبقى دوكيومنت رسمي للمشروع ده، بيبقى ايه؟ كل واحد عارف هو ده بيشتغل بيها ايه؟ لان يعني كل 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 ديبارتمنت او كل عمليات لها دوكيومنتيشن معينه، وهي دي اللي ايه؟ يعني الكنترول هنا مش منع حاجه او مش مراقبه حاجه، لا، الكنترول هنا بيضمن ان اي دوكيومنت رايح للي هشتغلوا عليه. Internal document control procedures should be set up to store and protect online hard copy versions for the document. يبقى لازم في document controller بالprocedures. هنا كلمة procedures بقى بتبان هنا، ده دليل ان في ايزو. البروسيدجرز او في سيستم، مش لازم يكون ايزو، في سيستمز كتير موجوده، تو اشهرها الايزو يعني. Procedures should be set up to store and protect online hard copy versions of all the documents. يبقى لازم يبقى في اونلاين ايه هارد كوبي. فيرجن يعني يبقى الفيرجن معروفه، ودي اخر فيرجن. دي مشكله بتحصل كتير قوي في المشروعات، ان بس يبقى فيه دوكيومنتيشن معين اتحرك ماشي. الدوكيومنتيشن ده ممكن يبقى فيرجن 1، ممكن حصل له تعديل بعد كده اسمه فيرجن 2. لازم يكون في بروبر واي ان الناس الخاصه تستخدم هذا الدوكيومنت يبقى عارفين ان فيرجن 2 طلع. الفيرجن 2 طلع يعني ايه؟ يعني يبقى هشتغل فيرجن 2 مش على فيرجن 1. فيرجن 2 هيبقى فيه حاجات مختلفه عن يعني فيرجن 1، يبقى لازم اللي بيشتغلوا بيه ايه؟ اللي هو فيرجن 2. خلاص؟ طيب الاكسترنال كنترول، اكسترنال دوكيمنت كنترول بروسيجرز should be set up to cover submissions, distribution and retrieval of documents throughout the project. الاكسترنال دوكيمنت كنترول بروسيجرز يعني لما بيبقى عندي دوكيمنت كنترول الاكسترنال لازم يبقى معمول لها سيت اب، انها بتغطي ايه؟ سبمشن، تغطي السبمشن، تغطي ال 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 يعني الاجراءات الخارجيه، تقديم وتوزيع الوثائق وجميع في جميع انحاء المشروع. يعني يبقى انا ده زي ما بنقول كنترول، يعني الدوكيمنت نفسه مكتوب عليه ده هيبقى خاص بمدير المشروع مثلا، بالكونستراكشن مانجر، مثلا بالتكنيكال اوفيس، بالسيفتي مثلا، بكل واحد ايه موجود، بيبقى موجوده من ضمن الديزاين بتاع البروجكت. الدوكيمنت كنترولر لازم يتاكد ان الناس دي كلها وصل لها وايه ومتوقع عليها. لما بيشتغل بقى على الالكترونيك سيستم هتلاقي ان انت مش هتدخل الا على الدوكيومنتيشن اللي انت تقدر تعمله. يعني التكنيكال اوفيس مثلا بيخش على الرسومات، بيخش على البي او كيو، بيخش على كذا 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 كذا. هتلاقي بتاع الكونستراكشن بيدخل مثلا على الديلي ريبورتس، بيدخل على وبتاع الكواليتي برضه بيدخل على يعني لو السيستمز اللي هي البيلت الجاهزه من الاول خالص داخل عليها، هتلاقي الكلام ده كله بتبقى اوتوماتيك. انما ما فيش الكلام ده يبقى الدوكيومنت كنترولر الكنترول بتاعه ان هو ايه؟ يضمن ده بيضاف شغلته ان هو بيحتفظ بقى بالدوكيومنتيشن وبيحطها في مكانها صح، وبيقدر يعمل ريتريف لها صح، ويعرف يطلعها ازاي صح، سواء هارد كوبي في ملفات عاديه او في سوفت كوبيز اللي هو اكتر حاجه شائعه دلوقتي في المشروعات الكبيره. لازم عارفين هذا الكلام. وفي زي ما قلنا ان في سيستمز موجوده ايكونكس وغيره 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 كتير قوي دلوقتي ماشيه، في حاجه اسمها اودو وحاجه كده دلوقتي من حاجه اوروبيه
لها ناس شغاله دلوقتي في مصر، فيعني في حاجات بتبقى يعني ايه جاهزه يعني. طيب submission document submission the procedures for submitting a new document to document contribution establish the following. submission اللي هو ايه؟ اللي هو تقديم ال procedures يعني اللي هو الاجراء بتاع submitting new document يبقى ايه؟ to document contribution should be established the following. لازم يحصل فيه الاكل. the method to submit a document to the control system. الطريقه اللي انا بيسبميت بيقدم الدوكيمنت ده كنترول اللي جوه الكنترول جوه الكنترول سيستم. سكيورتي ليفل اند ذن امبلمنتيشن. السكيورتي ليفل بتاعته ده في درجه من السريه فيها حاجات يعني مثلا حاجات الكوست كنترول لها درجه سريه عاليه جدا، يعني اعلى درجه سريه او خصوصيه في المشروع بتبقى الايه؟ الكوست اللي هو الكوست مانجمنت اللي هو يعني اللي هو يعني اللي هو الكوست مانجمنت اللي هو يعني ما مش منتشر بكل الناس. هو الكوست كنترول. الكوست كنترول بيبقى ايه؟ لدائره معينه عشان مش كل الناس تعرف، لان ده سلاح ذو حدين. يعني ممكن لو الناس عرفت ان المشروع بيخسر مثلا ككوست كنترول الناس مش هتستصرف وما تشتغلش وما الى اخره. يعني مش قصه ان انا بخبي، لا، ان انا برضه بحافظ على ايه؟ على التيم وبحافظ على البرفورمانس بتاعت التيم بتاعي. يبقى ايه؟ ذا ميثود تو سبميت دوكمنت كنترول سيستم. سكيورتي ليفلز ولا امبلمنتيشن. في حاجات خاصه مثلا بالعقد. في مثلا في حاجه كونتراكت مانجر. كونتراكت مانجر ده وده برضه من الحاجات المهمه جدا ان شاء الله ربنا يدينا عمر ونقدر برضه نتكلم عن الكونتراكت مانجمنت. كونتراكت مانجمنت ده المفروض كونتراكت مانجر الكلام ده برضه من زمان. كونتراكت مانجر ده من التسعينات موجودين. كونتراكت مانجر ده من الناس المهمه جدا. كونتراكت مانجر ده بيبقى دارس المشروع كويس قوي وعنده كل الدوكيومنتيشن بتاع البروجكت ومش لازم يكون مهندس. بيتر انه يبقى مهندس طبعا ودارس قانون ودارس عقود وعنده خبره وخلاص، لكن اي جواب يدخل للبروجكت او للشركه لازم يعدي عليه الاول عشان يحط كل يدرسه ويحط كل الاحتمالات بتاعته. واي جواب طالع لازم برضه يعدي عليه الاول، لان هو طبعا كلمه واحده بس في اي جواب او في اي مراسله ممكن تغير السكه خالص. يعني زي يعني مش عايز مش 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 كلام في السياسه، يعني الانسحاب من اراضي ولا من الاراضي كده، يعني حاجات اللي هي ايه حرف او حرفين يقدروا يغير لك المعنى خالص. نقطه اتحطت على عين بقت غين من غير اي حاجه. يعني بيبقى الدوكمنت يبقى الكونتراكت مانجر هو لازم اللي يبقى ايه الفيرست ريسيفر بتاع الحاجه اللي داخله واللاست ريسيفر بتاعت اي حاجه خارجه. اذا كان في المشروع يبقى من المشروع، اذا كان في الكوربوريت يبقى ايه يبقى هو اول واحد يوصل له الحاجه واخر واحد ايه تطلع من عند الحاجه. تمام. ذا فيزيكال فورم اوف ذا دوكمنت اللي هي النموذج الفيزيكال اللي هو الفيزيكال يعني الطبيعي يعني بتاع الدوكمنت. ذا بيرسون فاينلي ريسبونسبل فور ذا دوكمنت، مين في الاخر مسؤول عن الدوكمنت؟ بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي ده انا في دوكمنت خاص مثلا بالكيو كيو سي، يعني في الاخر هيبقى مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الكيو كيو سي مانجر او مسؤوليه الايه؟ الكواليتي اشورنس انجينير او الكواليتي كنترول انجينير لو في السيفتي. مين اللي هيبقى مسؤول عن البتاع ده؟ ممكن يبقى ايه؟ السيفتي مانجر، ممكن يبقى بتاع السيفتي اوفيسر، ممكن يبقى بتاع الايه؟ السيفتي عنده كذا سيفتي اوفيسر. بقى كل واحد عنده ايه دوكيومنتيشن بتاعته هو اللي هيبقى مسؤول عن الحته اللي بيتكلم عليها. واحد ماسك مثلا سكافولدنج، واحد ماسك الفاير الارم، واحد ماسك لما يبقى حاجه متسمه كده يبقى الدوكيمنت رايح للايه؟ للي هو المسؤول عنه. مين فعلا هيبقى مسؤول عن الدوكيمنت ده؟ طيب distribution. The procedure for distributing the document copies from document control should establish the following. The method to add a name to a distribution list. عادة بيبقى لو في فورم ما بيبقاش محطوط اسم، محطوط مثلا ايه؟ project manager, construction manager, safety manager, document control كده يعني، بيبقى مجرد بتاع. فهنا بقى ايه ممكن ايه؟ ازاي how to add name to a distribution list يعني. Security levels and their implementation. The approval
necessary in order to for a name be accepted. يعني اللي هو الابروفال اللي هو المطلوب عشان تبقى accepted. The physical form, the physical form of the document ايه؟ In the document, if online, then how to grant access read and write privilege. زي ما قلنا احنا في دلوقتي في انظمه بتبقى اونلاين. يعني احنا دلوقتي شغالين مثلا حاجه اسمها ايكونكس مثلا. يبقى معروف كويس قوي ان في ليفل معين مدير المشروع هيقدر يدخل على كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا. خلاص لو هو بيشتغل جوه بروجرام مثلا او جوه بورتفوليو او اي حاجه. خلاص ال 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 مثلا التكنيكال اوفيس مانجر بيدخل على كذا كذا لو هو ايه اونلاين يعني. خلاص لو هارد كوبي هاو تو ريد ذا ريكويسترز نيم تو ديستريبيوشن ليست. يبقى ايه؟ يبقى ده طب يبقى اونلاين. يبقى ازاي هندي الجرانت اكسس؟ ان انا ادي الاكسس للدخول المفروض ان هو يدخل عليه اكسس وريد اند رايت يور بريفيليج. يعني ممكن يكون له سلطه ان هو يدخل ويقرا بس. ممكن يدخل سلطه انه يدخل ويقرا ويرد. يعني دي كلها دي حاجات كلها بتبقى ايه؟ السيستم بيبقى محددها من الاول خالص. ماشي الحال؟ الدوكيومنت تشينج بروسيس واحنا ماشيين في حد في الكواليتي سيستم في اي اجرى اي حاجه انت من حقك ده مش جامد. يعني انت لما تعمل اجر سيستم او اي سيستم شغال فيه سواء في منظمه في مشروع في اي حاجه اي حاجه في الدنيا فيها قبل التغيير. يعني حتى يعني حتى العقد يعني في العقد لو في السكه في حاجات حصل يعني بس بفورس ماجور او باكسبشنال كونديشنز او بحاجه اتغيرت ممكن تتحصل باتفاق الطرفين مع بعض يعني اذا اتفقوا مع بعض يعني على حاجه يعني فاي حاجه يعني تتعمل بالاجريمنت ماشي الحال فيها واي تغيير في اي حاجه في بيتعمل بس بيتعمل نوع من الايه في بروسيس بقى للتغيير يعني دونت تشينج بروسيس اول دوكيومنتس ويش كارنتلي يوزد ماست بي كراكت whether normally or through automated process the flow of the requirements listed below must be followed. ان انا يعني ايه اي دوكيمنت بيبقى تراكت ماشي ماشي عارف هو ماشي ازاي وهيعتمد من مين وهيوصل في الاخر لمين الكلام ده كله. For new or additional data processing capability the user must generate a service request and receive approval from the project proper managing authority. لازم عشان ايه يزود داتا او يغيرها على اي حاجه يبقى لازم ياخد ايه سيرفيس ريكويست بياخد الايه الابروفال بتاعه. يعني لو انت هو سيستم ما ينفعش تعمل اي حاجه لما يقول الايه الكيو اي كيو سي مانجر او الكواليتي مانجر بتاع المكان هو اللي ايه بيسمح لك بيه. يعني انت بتعمله بروبوزر وهو بيعملها بتبقى ايه فيرجن جديده يعني. خلاص وممكن قوي تكون في المشروع مش من حقك ان انت تغير الا لما ترجع للايه للكي اف سي مانجر بتاع الشركه. هو عاده بتبقى كده يعني لازم اي تغيير في اي فورم او في اي بروسيس او في اي اجراء لازم تبقى موافقه ايه الكوربريت كي اف سي مانجر. When management approves the service request forward to service request manager بعدين وبعدين الكوردينيتور فورورد تو ايه سيرفيس ريكويست كوردينيتور اند تو ذا ديزيجنيتد ممبر اوف ايه مارج انفورميشن سيستم ستاف فور بريمينري ريفيو. بتوصل في الاخر للايه للمارج انفورميشن سيستم في حاله ان انت عندك ايه السيستم اللي عندك اللي هي الاونلاين اللي هي الكمبيوترايز سيستمز يعني. خلاص فمهم جدا دلوقتي اللي ما عندوش سترونج مارج انفورميشن سيستم في المشروع اللي هو الشغل بتاع الاي تي وكده يعني ما اظنش ان تبقى هتروح هيمشي كويس. ما فرحوش بتوع الاي تي دي مسؤوليه على دماغهم يعني. الدوكمنت تشينج بروسيس يعني افتر بريمير ريفيو بعد ما تراجع مبدئيا بترجع تاني للسيرفيس كوردينيتور بعد انتر ايه السيرفيس بعد بريمير ريفيو بيروح بروفايد تيست لسه اوريجينيتور بيرجع بقى للايه الاوريجينيتور بالكلام ده كله بعد ما ريسيفز
وفور ورز تو ام اي اس مانجر فور سيجنيشن اسايمنت. يعني بعد ما يخلصوا الكلام ده كله بيرجع مين لمين بقى؟ ام اي اس مانجر للايه؟ للفاينل سيجنيشن واسايمنت. بعد ما الكلام ده يحصل يروح للايه؟ للامبلمنتيشن. يعني بتمشي من تحت لفوق. يعني اللي عايز يغير حاجه بيبعت للسيرفيس مانجر خلاص يا اخي من السابقه كده بتطلع لغايه فوق. السيستم بيبقى عادي كده اللي هو ايه؟ ريكوست سيرفيس او السيرفيس ريكوست. عايز حاجه مثلا، واحد عايز يغير فورم معين او نموذج معين في المشروع او بروسيس معين او بروسيجر معين، بيعمل طلب يوصل لغايه فين؟ المفروض يوصل لغايه الكيو اي كيو سي مانجر يتوافق عليه. بس طبعا ده بسرعه، يعني ده مش خصوصا لو كان ان لاين اون لاين يبقى اون ذا سبوت. وبعدين بعد كده يروح ايه؟ بعد ما يتوافق عليه ويعتمد بيرجع تاني عشان الى التطبيق. Some service requests will require service request review board approval. دي بقى في حاجات بتبقى حاجه كبيره بقى، يعني انت غيرت في السيستم بقى او غيرت في بروسيجر كبيره او اي حاجه، بيحتاج ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ service request review board. يعني بيبقى في بورد، بيبقى في مجلس للتغييرات، ولا خصوصا لو كانت شركات كبيره ومحتاجه بروسيس على مستوى كبير. يعني some service request may require procurement involving the scientific engineer workstation procurement. scientific workstation procurement دي برضو ايه؟ دي في الحاجات الكبيره يعني شويه. خلاص اما بيبقى حاجه خاصه بالبروكيورمنت فبيدخل بيخش فيها الكلام ده. service request for non-standard product may require the approval of the margin information system panel. اللي هي حاجه خاصه بالايه؟ بالنون ستاندرد برودكت يعني. خلاص؟ معلش كل ده كلام يعني تخصصي شويه، لكن لازم نبقى عارفين برضو الحاجات دي موجوده يعني. رود دوكيومنتس كلاسيفيكيشن، احنا بقى هنتكلم بقى على عموما يعني كلاسيفيكيشن الدوكيومنتس اللي هي الميجر المين الميجر يعني دوكيومنتس كلاسيفيكيشن. رود دوكيومنتس كلاسيفيكيشن اكوردنج تو بروجكت فيز، زي ما كنا بنتكلم في الاول ان كل فيز لها ايه؟ لها خلاص احنا خدنا لنا يعني سلايدين بس. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كام الساعه؟ اوه دي 10 الا ثلث، اوف لا حول ولا قوه الا بالله. طيب برودكت ميتر كلاسيفيكيشن اكوردنج تو برودكت فيز، عندنا الاول التندرنج والكونتراكتنج. في الاول خالص في تندر دوكيمنت اللي هي ايه؟ المستندات بتاعت الايه؟ العطاء. يعني بعدين الكونتراكت ريفيو بروسيدجر وسيدر ريكوايرمنت اند كابابيلتيز اللي هي ايه؟ مراجعات العقد والبروسيدجرز والكلام ده من الاول ياخد. بعدين الكونتراكت دوكيومنتس اللي هي مستندات العقد. في مستندات العقد بيبقى الشروط العامه، الشروط الخاصه، المواصفات العامه، المواصفات الخاصه، البي او كيو، الرسومات، الليست اللي رايحه جايه، دي كلها مكونات ايه؟ العقد. لما يجي ندخل نتكلم على كونتراكتس نتكلم على الكلام ده. الكونتراكت موديفيكيشن دوكيمنت ريكورد، يعني ايه؟ لو انا في اي موديفيكيشن يحصل، لو انا حصل اي فاريشن لازم تتحط في رسم معين، اي موديفيكيشن تحصل يبقى في ايه؟ دوكيمنت ريكورد للكلام ده. بعدين ايه؟ البيرمس، التصريح يعني. ده في التندر دوكيمنتس الكلام ده كله. طيب في الديزاين بقى، ديزاين فيز، كان بنتكلم على الفيز، لو فاكرين بنتكلم على البري فيزيبيلتي، فيزيبيلتي، بعدين ديزاين. فدي في الايه؟ دي في البروكيورمنت يعني. الديزاين بقى، الديزاين انبوت دوكيمنتس اللي هي الديزاين قايم على اي داتا. احنا كنا فاكرين كنا بنتكلم عنها بنعمل الفيزيبيليتي ستادي والتكنيكال ستادي والكلام ده كله، لازم ندخل على الديزاينر، يبقى كل الحاجات اللي هي اتعملت في الدراسات بتروح للديزاينر عشان الديزاين بتاعه على اساسها. الدراونجز، البي او كيو اند سبيكس اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، الكلاينت ريفيو اند ابروفال دوكيومنتس ريكورد اللي هو الريكورد بتاع يعني كل خطوه من دولت بتروح. بتروح للدوكيمنت الكلاينت ريفيو. خلاص بعدين الديزاين موديفيكيشن ريكورد، يعني لو اي تغيير في الديزاين دورينج الورك يعني وكده بيبقى ايه؟ بقى موديفيكيشن لازم بقى له ايه؟ يبقى في ريكورد للكلام ده من اول اخر. طيب البلاننج والكونستراكشن والفولو اب، دي ايه المين هيدنجز بتاعت الفايلنج سيستم. ما حدش يتخض، الحاجات دي كلها بتبتدي من مشروع صغير، النماذج بتبقى فيه قليله جدا، لسيستم كبير. كل ما بتكبر الشركه، كل ما بتكبر المؤسسه، الموضوع بيبقى ياخد شكل ايه؟ اكبر شويه. طيب تايم ريسورس سكيدول،
احنا اتكلمنا على دي في غير لو في الرحله بتاعت اللي هي بتاعت شرم الشيخ، اتكلم فيها التايم والريسورس سكيدول، الموبيلايزيشن استورج هنتكلم عليها في اول كلامنا النهارده، الحاجات الاولانيه اللي هي لما بعمل الموبيلايزيشن بلان وبعمل السيت اب بتاع المشروع والكلام ده كله اخره، بيرشيزنج بروسيدرز الاجراءات بتاعت المشتريات والريكوردز بتاعت البرشيزنج، بعدين كلاينت ماتيريالز بروسيدرز، يعني ممكن في حاجات للعميل عندي في الموقع او هو بيوردها، المقاوله عندي ان هو مثلا هيجيب لي مثلا التكييفات المولدات الى اخره او اي ماتيريال بتاعي، يبقى دي لازم ماتيريال بروسيدرز بتاعت موجوده والريكوردز بتاعتها، الكونستراكشن وركس بقى الانستراكشن والستاندرد ريبورتس اللي هي التقرير بقى اللي هي بتاعت التعليمات بتاعت الكونستراكشن، البروجرس ريبورتس ديلي الويكلي المونثلي ريبورتس، الانسبكشن ورك انستراكشنز، الانسبكشن ورك اللي هو الشغل بقى بتاع الاير كواليتي كنترول واحنا شغالين، الانسبكشن ريكوست كلها من اول لاخرها والتعليمات بتاعتها، والستاندرز والريبورتس الستاندرز بتاعته والتقارير بتاعتها، كاليبريشن مينتنس اوف اكويبمنت بروسيدرز ريكورد، يعني احنا مثلا في اجهزه مثلا عندي معمل عندي مثلا بتعمل كاليبريشن او المينتنس بتاعت اكويبمنت، يعني طبقا مثلا الايزو او الى اخره، عندي حفارات عندي وناش عندي، يبقى كل 6 شهور لازم ابقى معايا سيرتيفيكت بتاع ايه؟ ان هو اتشيك عليه واتعمل وشاف كل الوايرز بتاعته كل السيستم بتاعته انه سيف هو الى اخره. لو عندي مكان مثلا عندي في الموقع معمل عندي العمل بقى كاليبريشن للعدادات والموازين ودرجات الحراره والكلام ده كله من الاول لاخره، بتبقى ايه؟ بيبقى معمول كونسلتنت كومنتس تشينج، لو في ملاحظات الاستشاري، يعني كل دي برضه ايه، دي انواع ايه الدوكيومنتس او الموضوعات الدوكيومنتس دي بتديها، التشينج اوردرز اسمها تشينج اوردرز او فاريشن اوردرز، يعني طبقا لايه؟ لطبيعه الشركه اللي شغالها وطبقا للفوكابلري اللي بيشتغل. الهاند اوفر بقى، الهاند اوفر اللي هو التسليم بتاع الموقع او تسليم المشروع بعد ما بيخلص، الكلاينت والكونسلتنت انسبكشن، الكلاينت والكونسلتنت بياخد انسبكشن معايا انا كمقاول، بقدم طلب واقول انا خلصت او يوم كذا احنا جاهزين ان نسلم، هيجي لي كلاينت والكونسلتنت بيعملوا لجنه وانا معاهم كمقاول، انا كان اول يوم كده قلت مع بعض بنعمل ايه انسبكشن بقى، بنعمل الشيك ليست والكلام ده كله عشان اعمل الانسبكشن بتاعي، كوركتيف كونسلت كومنتس، يعني لو كونسلت بقى والمالك ماشيين مع بعض وعملنا السناج ليست والكلام ده كله من اول لاخره، فبصلح كل الملاحظات وبعدين بعمل ايه الفاينل انسبكشن. كده الدوكمنت كنترول بقى مع الكلام ده كله، الدوكمنت كنترول اوبجكتيفز والدوكمنت كنترول ريكوايرمنتس والسايت دوكمنت كنترول اوتوميشن اوف دوكمنت كنترول. Appropriate documents are available. لازم دوكمنت كنترول بقى اوبجكتيف بيهدف يبقى كنترول اوبجكتيف. الاهداف بتاع دوكمنت كنترول. Appropriate documents are available. ان هو المستندات او الـ المناسبه لازم تكون موجوده. Correct documents are used. ما تجيش حاجه دوكمنت مثلا استخدمه لحاجه ثانيه. ديلي ريبورت ما تستخدموش مالتي ريبورت، كواليتي ريبورت او ديلي ريبورت ما عملش السيفتي سيفتي ريبورت معاه، ساعات بيبقى جوه انكلودد جواه، لكن في المشروعات اللي هي الكبيره بتبقى السيفتي ديلي ريبورت غير الايه غير الديلي ريبورت. اوبسوليت دوكيومنتس ار ريموفد، يعني زي ما كنت بقول لكم من شويه ان اي دوكيومنت ما اشتغلش معايا 3 4 اشهر ده يعني بتعمل له ديليشن على طول، انا مش عامل ديليشن من الشركه من السيفتي، انا هنتكلم على الكواليتي ان شاء الله يعني كمان اسبوع ولا اسبوعين ولا حاجه اذا حيانا ربنا، مش هغير الكواليتي سيستم بتاع الشركه، لكن لو في نماذج انا ما استغلتهاش في مشروعي شهرين ثلاثه خلاص انا الغيها من الكواليتي بلان بتاع الموقع بتاع المشروع بتاعي، انا مش هلغيها من السيستم بتاع الشركه. تشينج are circulated to all concerned، ان ايه؟ ان لو اي تغيير يحصل حصل فيرجن مثلا في رسومات في, في 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 اي حاجه يبقى لازم تبقى سيركيوليتد ان هي واصله لكل الايه؟ للناس اللي هي المختصه بتاعت الكلام ده اللي هي دوكمنت كنترول اوبجكتيفز. طب الدوكمنت كنترول ريكوايرمنتس اللي الشروط بتاعته ايه؟
assign authorities and responsibilities to prepare, review and approve. تحديد المسؤولين بقى اللي هم اللي هو responsible اللي مين اللي بيجهز ال documents ومين بيراجعها ومين اللي ايه اللي بيعتمدها. الكلام ده كله بيبقى ايه موجود من ضمن الايه الكواليتي مانيوال اللي هو بتاع الشركه اللي هو لو انا باخد ايزو او غيره. يعني define methodology for identification of current and obsolete documents. الميثودولوجي بتاعت اللي هو identification التحديد ترقيم ال identification يعني التحديد الادفيشن يبقى اللي الاي دي بتاع ال current and obsolete documents. يعني define distribution and circulation and maintain a master list. بيبقى في ماستر ليست عارفين ان الدوكيمنت ده بيروح لفلان وفلان 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 بالوظيفه مش بالاسم. تمام؟ طيب ديفاين ميثودولوجي فور موديفيكيشن اوثوريتي ريموفال اور اور ابسوليوت. يعني لو انا لو في تعديل مين من يعني اي حد يعني في رايي في السيستم اي حد ممكن يعدل لكن ما يعدلش الا اذا راجع لمين؟ يوصل للاي كيو سي مانجر الاساسي اللي هو بيبقى اسمه اونر ريبريزنتيف هو مسؤول عن السيستم. يعني مش انا فانا ماسك مشروع من ضمن شركه واخده ايزو اروح اعدل براحتي ومن غير ما اتعدي على الـ على الـ على الشركه على الاي كيو سي بتاع الشركه واعدل واعمل وهو مش حاسس بالدنيا. لا ما ينفعش. او اعمل مثلا اعمل تعديل وكل ومش كل الناس اللي مختصه بهذا التعديل تعرفوا. لا طبعا مش صح. هي دي النقطه بقى ماشي. الفايلنج والستورج اند ريتنشن اللي هو نظام ايه بقى الريكوايرد شوت بقى الفايلنج هيبقى ازاي ان شاء الله هنتكلم عن الفايلنج سيستم لوحده. الفايلنج سيستم ده بيبقى ايه موضوع جميل قوي. يعني بيبقى مثلا فايلنج بتاع مثلا فايل للكونتراكت دوكيمنت فايل بقى للكونستراكشن فايل للكيو اي كيو سي فايلنج للمخازن فايلنج. يعني بيبقى ايه له تقسيمه معينه وان شاء الله باذن الله نتكلم عليها في ايه في السيبرت برزنتيشن. يعني والستورج هتتخزن ازاي؟ هل انا تخزيني في طبعا لازم يكون في مهما كنا نشتغل على الكمبيوتر الكلام ده كله لازم في هارد 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 كابلز. يعني انا رايي يعني كده ان يعني برضه احنا في ناس كتير مش شاطر قوي في الكمبيوتر واحنا كلنا يعني في حد في سام ليفل يعني في ناس قاعده على طول على الكمبيوتر بتبعت لامريكا والصين والهند وكان هو الاخر فيري ايزي والعمليه بقت اسهل ما يكون يعني. انما ممكن في ليفل معين مش يعني ايده مش ماشيه في الكلام ده كله. طيب ليست اوف سي دوكيومنتس مين اوفيس كلاينت كونسلتنت مينتين ليست اوف دوكيومنتس اند مانج دوكيومنت ديستريبيوشن اللي هي توزيع مستندات في الـ في الـ في الـ في السايت دوكيومنت في الموقع. ايدنتيفاي دوكيومنتس اند مانج دوكيومنتس تشينج maintain a log of generated records, inspection log, daily report, consultants remarks, corrective actions. ودي ايه اللوج للايه؟ لايه لكل انواع الريكوردز او سواء الانسبكشن لوجز الانسبكشن ريكوست اي تشينجز في الموقع اي ديلي ريبورت اي كونسلتنت ريماركس موجود كل ده كله موجود فين؟ ده في لوج لهذا الكلام كله. لوج يعني ايه؟ جدول بيتكتب فيه ايه البيانات بتاعته والديت بتاعت التغيير والى اخره. طيب اوتوميشن اوف دوكيومنتس كنترول نيدد ان انفراستراكشر يعني افيلبل سوفت وير لازم يبقى في سوفت وير يرتب ده الكلام كله. طبعا غالبيه المشاريع العاديه في 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 حاجات في حاجات متخصصه جدا من الاي ار بي في باكجز معينه تتعمل الناس بتوع الكمبيوتر زي او المؤسسين في الاي بيعملوها في حاجات جاهزه فيعني ايه يعني تبع هتمشي في اي ليفل في الاوتوميشن يعني مش قبل الاكسل عادي بقى وتشتغل جول تشيك على قدها مثلا ومفيش الامكانيه ان هي تجيب حاجات متخصصه. والباك اب والاركايفنج الباك اب اللي هو ايه اللي هو يبقى في عندي نسخ من الـ من الـ من كل الاعمال اللي احنا عملناها والاركايفنج اللي هو ايه الاركايفنج اللي انا بعمله بشيل بالسهل. الدوكمنت كنترول في بقى اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو ايه الدوكمنت ديزاين والدوكمنت ايه فايلنج الدوكمنت ديزاين بيربز اند يوزرز اوف ذا دوكمنت. يعني كل السلايدز دي كلها اخرها عباره عن ايه تلخيص لكل اللي فات
وده ان شاء الله ده اخر ايه اخر سلايد معانا. purpose and users of the document، يعني هدف الدوكيمنت ايه ورايح لمين، type and amount of data، نوع وكميه الداتا المطلوبه تتحط في الديزاين عشان نعمل ديزاين، الميثود اوف فايلنج دوكيمنت، دي دوكيمنت طريقه الفايلنج بتاعت الدوكيمنت دي لوحدها زي ما قلنا هيبقى مثلا هارد كوبيز، هيبقى شوفت كوبيز من في جوه المكان وبس وخلاص، هل هيتعمل بسنترال معين، هيتطرح على الكلاود عمل ايه، يبقى الفايلنج دوكيمنت هيتخزن فين يعني. ايدنتيفيكيشن اند تراك ابيلتي، ساعات بتسمى تريس ابيلتي بس هي ايه بتبقى تراك ابيلتي اللي هي ايه التتبع، ايدنتيفيكيشن اللي هي التحديد مع الاي دي بتاعت الدوكيمنت، والتراك ابيلتي او التريس ابيلتي اللي هي ايه التتبع، اذا اقدر اتتبع الدوكيمنت ده راح لفين ووصل فين واتخزن ازاي وكلام من الاخر. الدوكيمنت فايلنج بقى في الفيرتيكال اللي هو طبعا السبجكت يعني مثلا الكونتراكتس، وفي الهورزونتال، الهورزونتال ايه بالبروجكت يعني، يعني ممكن يبقى فيرتيكال يعني الفايلنج يعني بتاعها، وتبقى او تبقى ايه او هوريزونتال يبقى بالبروجكت، انا عندي كذا بروجكت يعني. السنترال وديستريبيوتد، في دوكيمنت فايلنج في سنترال اللي هو ممكن تبقى مثلا في شركه وبتوزع على كل بروجكت او في بروجكت وتوزع على كل ديبارتمنت. المانيوال وفي الالكترونيك زي ما قلنا، المانيوال اللي هو بيبقى هارد كوبيز فايلات زي ما قلنا، او شانل في الفايلات بتاعتنا وهتوزع ازاي، والالكترونيك اللي هو ايه على الكمبيوتر نفسه. دي ايه دي المعتاده دلوقتي، ما بقتش يعني ما بقتش معجزه او تكنولوجيا. شكر لكم، معلش انا طولت عليكم برضو، انا حاسس ان انا يعني ايه، بس هي الموضوعات للاسف ما ينفعش تتجزأ، واحنا بنتكلم في موضوعات دايما يعني على بعضها، يعني احنا ممكن في حاجات قدرنا ان احنا نقسمها اثنين او ثلاثه او الى اخره، لكن الموضوع ده ما هوش مش ما ايه ما يستحملش، خصوصا هو موضوع مش كومن للناس كلها. انا بشكركم جدا يعني على الصبر والتحمل، وفي انتظار اي سؤال، وبشكركم جدا لحضوركم، وشوف اي سؤال باشمهندس محمود لو في اي سؤال. باشمهندس محمود جزاكم الله خير يا دكتور، انا مع حضرتك يا دكتور، بس بجيب اللينك بتاع الحضور بس. باشمهندسين لو حد عنده اي سؤال للدكتور حسين يرفع يعمل ريس هاند ويتفضل يعمل مداخله، مفيش مشكله خالص، المايك مفتوح للجميع يعني. وبرضه زي ما اتفقنا سواء في يعني احنا بنحدد مثلا 10 دقائق ولا حاجه، اذا كانش في نفس المحاضره في حاجه فاتت او في اي حاجه. هي الشهادات اخبارها ايه يا باشمهندس محمود؟ توزعت ولا الشهادات نشرت يا دكتور؟ شهادات الناس اللي نسبتهم فوق ال 80% الشهادات بتاعتهم اتنشرت على الصفحه ونشرتها على الجروبات. خلاص يعني يعني 21 واحد، 21 واحد اللي راحوا. وكل الناس عرفوا بقى ان يعني ايه ان 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 ممكن يدخل على على اليوتيوب ويدرس ويعمل الكلام ده كله الاخر. هننزل بوستات تانية بإذن الله رب العالمين، يعني نفهم الناس أكتر برضو اللي مش عارف. اللي مش اللي نسبته اقل من 80% في الحضور يقدر يعمل ريبورت عن طريق اللي هو يحضر المحاضره على ويعمل ريبورت على المحاضره اللي هو خدها مثلا ورقتين او ثلاث ورقات، بحيث ان هو يبقى فاهم الوضع، والريبورت بيتسلم ودكتور حسين بيطلع عليه، وباذن الله بيتعمل له شهاده باذن الله يعني. بسيطه يعني باذن الله. وبرضه انت عارف في كان في كشف الاول، في ناس كتير قوي الكشف الاولاني. أيوة. الناس دي كلها ان شاء الله تعمل لها حتى واتساب وتبعت لهم كلهم وتقول لهم اوريدي يعني، لان اللي حضر قد يكون حضر مره مرتين ثلاث مرات، حصل له ظروف او حصل اي حاجه، يبقى برضه معانا بقى يعني برضه من ضمن الناس يعني من يعني من يعني كل الناس تبقى عندها الفرصه ان هي تقدر ان هي تخلص شهادتها بالنسبه للبارت 1 يعني. ده كل الناس اللي هم حضروا معانا ان شاء الله، ان شاء الله يكون حضر مره او مرتين، ما عادش كده يدخل وفي خلال شهرين يكون مخلص كله يعني، ده الموضوع مش صعب، كلهم 60 ساعة يعني.
ماشي. طيب في اي تمام. اسئله او اي حاجه؟ شات اخباره ايه؟ يعني بشكركم جدا على تعليقاتكم الجميله دي صراحه، انتوا يعني ايه ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما فيش اي ملاحظات، ما فيش اي حاجه. طب انت ما عندكش سؤال يا باشمهندس محمود؟ انا عارف ان انت كنت مهتم بموضوع الدوكمنت كنترول ده، كنت مستنيه مش كده؟ المحاضرة بصراحة يا دكتور يعني جميلة جدا جدا، يعني أنا فعلا كنت منتظر الموضوع ده ولسه هحضره تاني كمان، يعني أنا مش دي أول مرة هسمعه وخلاص، لا ده أنا لسه هسمعه تاني وهكتب ملاحظات تاني. المحاضرة فعلا قيمة جدا يا دكتور إن شاء الله. يعني واي حد عايز هي بس هي مشكله الدوكمنت كنترول او الدوكمنت مانجمنت ان مش ناس كتير بتتكلم فيه، انت فاهم ازاي؟ يعني يعني دايما ايه ما بياخدش اهتمامه الكافي يعني، ولا الفايلنج سيستم برضه. انما عن تجارب وعن خبرات ان دول موضوعين مهمين جدا جدا جدا، واي كليم يعني او اي قضيه ما فيهاش الدوكيومنتيشن صح، وما بيبقى الحق معاك كمقاول او كمالك، ولو الدوكيومنتيشن بتاعه مش مظبوط ما بيكسبش الدوكيومنتيشن بتاعه، ما بيكسبش الكليم ولا بيكسب الكورت كيس بتاعه. فالدوكيومنت كنترول مهم جدا جدا فعلا. تمام. في سؤال يا دكتور، هل في برامج معينة بتساعد على الاحتفاظ بالمستندات؟ طبعا كتير جدا، كتير جدا جدا جدا. ده في زي ما قلنا يعني في السيستم الاي ار بي سيستم ده، انت دماغك ارتاح. البيم نفسه، البيم ليه فاشن موديلنج، في سيستم برضه بتحط كل مستنداتك عليه. ده مش مستنداتك بتاعت المشروع المقاولات بس من اوله لاخر خالص، دي دايمنشن من الدايمنشنز. انا طبعا مش متخصص عشان كده احنا ايه هنطمع بقى في الباشمهندس عمر يعمل لنا محاضره على الدايمنشنز بتاعت البيم. يبقى احنا كبروجكت مانجمنت عارفين برضو ايه البيم واللي جواه. لان فيري انترستنج، لان هو البيلدنج انفورميشن قلنا دلوقتي ده من اهم الحاجات في البروجكتس دلوقتي. خلي بالك، خلي بالنا يعني، يعني من اهم الحاجات يعني ايه، يعني لازم اي بروجكت مانجر النهارده يبقى عارف اهميه البيم، ويبقى برضو بتوع البيم عارفين ان هم مهمين جدا بالنسبه للمشروع وما يعملوش نفس. انا برضه انا شفت في مشاريع معمول بقى البيم جروب، البيم جروب بقى حاطينه في اوضه ولوحده ما حدش يكلمه ما حدش يعرف ايه، بيعمل ايحاء بتوع البيم دول يعني ايه يعني ما حدش قرب منهم ما حدش يكلمهم، دول مش فاضيين، دول مش عاملين الموضوع بشكل يعني ايه. انما بتوع البيم دول بيبقوا لزاز يعني، لان المشروع كله على بعضه لو 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 يعني طبعا يعني يعني انا يعني معلوماتنا عن البيم لا تمثل قطره من المحيطات اللي عند المهندس عمر والناس اللي شغاله في البيم. لكن الفكره في ايه؟ ان لازم نبقى عارفين انهم مهمين جدا، وفي نفس الوقت ان هم مش كهنوت او هو المواضيع مش صعبه. انت هتلاقي المهندس عمر لما يعمل محاضره بيعمل حاجه بتلاقي الدنيا بسيطه وبيتكلم بسهوله فان شاء الله نطمع كده ان شاء الله ان احنا ايه المهندس عمر يكون سمعنا او هيسمعنا يعمل لنا يعني ايه موضوع فيري سيمبل للبروجكت مانجمنت، هاو تو ايه هاو تو ورك وذ بيم. مش لا البروجكت مانجمنت مش هيشتغل بيم يعني، بس يبقى عنده فكره بالليفلز كلها بالدايمنشنز كلها اللي فيها يعني. ان شاء الله باذن الله تعالى بنطمع يعني في كده. في اي تساؤل؟ وفي حاجات تانية خلي بالك، اللي كان بيسال السؤال هي مش البيم بس، في حاجه اسمها ايكونكس ده سيستم بس ده بتدفع عليه فلوس بقى كتير. في حاجه اسمها اودو دي، ده سيستم موجود اعتقد مش عارف فنلندا هولندا حاجه زي كده، وفي التوكيل الشرق الاوسط مع شركه في دبي، وفي ناس اخدته هنا في مصر حاجه اسمها اودو ده بيديها ممكن ما تاخدش كل السيستم على بعضه يعني، تختار مثلا انت عايز تعمل مثلا اتش ار، عايز تعمل كونستراكشن، عايز تعمل بروجكت مانجمنت، عايز تعمل يعني بتختار يعني اي اي
موضوع من الحاجات وتاخدها تشتغل بيها، لان الحاجات دي حلوه. وفي حاجات انت ممكن تتعاملها بنفسك، الناس متخصصه بقى في الاي تي يعني، انما بقت سو ايزي. بس انت كمدير مشروع تبقى عارف دي انا ماشيه ازاي، يعني تبقى داخل مش هي كده وخلاص، لا انت فاهم يعني. انت لو تذكروا احنا لو كنا بنتكلم على مثلا على التايم مانجمنت وعلى الريسورس مانجمنت، اتكلمنا ايه؟ على رحله مش كده؟ عارف يا التايم مانجمنت والريسورس مانجمنت ببساطه شديده حاجات بسيطه وحاجات بنشوفها كل يوم، ماشي الحال؟ فموجود فيه يعني. تمام يا باشمهندس محمود؟ تمام يا دكتور. كان برضو عندي اضافه بسيطه يا دكتور لو حضرتك تسمح لي، يعني ممكن ان احنا نعمل حاجه نطور من الدوكيومنتيشن بتاعتنا، مثلا عن طريق ان احنا نعمل نحطه على كلاود، مثلا على درايف مثلا او وان درايف او كده، طبعا بحيث ان احنا يعني ايه المعلومات تبقى متاحه للجميع. وده برضو البيم بيعمل كده زي البيم. لا دي فكره ذكيه جدا يا باشمهندس، فكره ذكيه جدا صراحه، انا ما خفرتيش على بال يعني ان انت تحط المحاضرات بتاعتنا دي على الكلاود، مش كده؟ مش ده قصدك؟ انا اقصد الدوكيومنتيشن بتاعت اي شركه، المحاضرات على الكلاود، المحاضرات فعلا على كلاود، على يوتيوب. اليوتيوب يعتبر كلاود. يعني انت قصدك اللي حضرتك احنا بنعملها دي نطلعها على الكلاود، ولا الدوكيومنتيشن بيطلع على الكلاود؟ انا اقصد الدوكيومنتيشن يطلع على كلاود، على السيستم، على كلاود. احنا قلنا الكلام ده يا بالعكس. محمود، احنا بنتكلم، احنا قلنا ان انت ان عندك ليفلز بتاعت الاحتفاظ بالداتا، ممكن ايوه على ممكن يبقى سيرفرز في البروجكت، او سيرفرز في البروجرام، او في البورتفوليو، او سيرفرز في الكوربوريت في الشركه، او على كلاود، او على الاثنين. يبقى انت عندك دي وعندك دي، فاهم ازاي؟ احنا قلنا الكلام ده مع محمود في الشخص محمود في ديورنج الكلام يعني. ايوه بس ايوه انا اقصد في حاجات ساعات بتبقى مسموحه لاجزاء معينه، يعني الدرايف مثلا بيسمح لجزء معين ان هو يفتح اللينك بتاعه، مجرد ما انا اعرف اللينك ده انا ممكن افتحه، ده شيء مخصص. يعني بكتب بقول مثلا حاجه بسيطه اللي هو مثلا درايف، بدل سيستم كامل بفلوس كتير مثلا او كده، لا يبقى سيستم لشركه متوسطه صغيره، حاجه بسيطه يعني. ممكن يتطور بعد كده ان هو يبقى درايف كامل مثلا، بدل الدرايف المجاني بيبقى 16 جيجا، ممكن يتطور بعد كده يبقى اكتر من كده. يعني كسيستم للدوكيومنتس كويس وحش. ماشي. لا بقى كويس كويس، لا افكار كويسه وجميله افكار ممتازه يعني، افكار ممتازه. طيب في اي حاجه تاني شباب؟ في اي تساؤل عن اي حاجه تاني؟ طيب بنبارك للي وصل لهم الشهادات، ونتمنى ان كل الـ يعني يا ريت كل الناس اللي حضروا معانا ان شاء الله، بقول لك ان شاء الله حضروا مره واحده. انا شفت كشف قديم كان فيه كميه ناس كتير، يبعت لهم نوتيفيكيشن كده، يا اخوانا اللي عاوز يدخل يهدف يعمل. والله ينور يا باشمهندس محمود، عملت شغل جامد قوي وما شاء الله يعني، بنشكرك يعني عن نفسي وعن كل الناس اللي بتحضر معانا يعني، كتر الف خير. ماشي يا شباب كده تمام، في اي حاجه تاني؟ الشكر لله يا دكتور، بشكر حضرتك جدا على المحاضرة، وبصراحة المحاضرة كانت قيمة جدا يعني بصراحة، ولسه هسمعها تاني وتالت، يعني المحاضرة فعلا مهمة يعني. بصراحة بصراحة يعني أنا مش عايز بس إيه أتقل على الناس، بس هي فعلا مهمة ومهمة مهمة يعني. عايزك كنت تقول، لأن غالبية الناس ما بتدوش أهمية وبتسيبه، والدوكمنت كرولر بقى بيبقى إيه، بيشكل نوع من مركز قوة في الدوكمنت كرولر اللي فاهم يعني في الموقع، وما بينشرش أي حاجة يعني. يعني العلم والمعرفة بتعمل في المشروع نوع من التوازن، ونوع من الحب، ونوع من ان احنا كلنا يعني فاهمين بعض وفاهمين كل حاجة. وشكرا جزيلا، وتحت امركم في اي وقت، الكونكشن بتاعتنا موجودة، الواتساب موجود، وتحت امركم. نشكركم، سبحانك اللهم بحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.